الليلة في حديث القاهرة أسئلة ساخنة في قضايا مهمة. نحن نجيب عن كل الأسئلة التي أثارها احتفال دار الأزياء العالمية في معبد حتشبسوت. استغاثة سائق قبل وقوع الكارثة. التلاميذ يلعبون بأعمارهم على قضبان ترام الأسكندرية. بعد 300 يوم بايدن يؤكد وبوتين يهدد وكيم ينذر، هل نشهد حربا نووية؟ من يضغط على زر يوم القيامة؟ نهاد أبو القمصان لها قصة أخرى مع حافظ أبو سعدة، حكايات الحب والجامعة والسياسة. هذا وأكثر في حلقة الليل. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده 10 اكتوبر 2022 22. قبل ما نقول اي شيء وقبل ما نبتدي الحلقه لازم في البدايه تكون مع مساء الخير يا خيري. مساء الفل يا كريمه، اهلا بيك، اهلا بالساده المشاهدين في حلقتنا الجديده العامره النهارده. وخلونا نبتدي من حدث هام النهارده. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة وألقى كلمة لها دلائل وفيها رسائل عديدة لأسر الشهداء وخريجي كلية الشرطة والمجتمع العام، المجتمع المصري ووزارة الداخلية. خلينا نشوف جزء من كلمة السيد الرئيس. أنا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا كانوا سبب في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي انتوا شايفينه ده كان تمنه ارواح ودماء ابناء وبنات لينا. تمن غالي صحيح قوي والله، لكن كمان ان يكون التمن ده حمايه وتامين واستقرار اكتر من 100 مليون، مش بس في امانهم وسلامهم، لا حتى في مستقبلهم. البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص. التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي. ولسه أرجو ان احنا نبقى دايما عارفين ان المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي. واحنا كلنا يمكن واحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة، او حتى في البيت او في اي او حتى لما نلاقي الاسعار غليت نقول فين الشرطة، فين الرقابة. يعني عايز اقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما ان هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم، إن إحنا دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايما منتبهين إن إحنا إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش هيبقى في مشكلة معك، لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكله معاك. ترفق بيه، علمه من خلال ادائك الراقي وايضا من خلال القدوه الممارسه، ممارستنا كلنا مش بس ابنائنا في وزاره الداخليه. دولة المؤسسات ودولة القانون بيتم فيها تبادل الأدوار اللي بتقوم على الحقوق والواجبات، وهو ده الأساس في وزارة الداخلية واللي اتكلم فيه النهاردة السيد الرئيس، واللي قال إن على مسؤوليتهم مسؤولية كبيرة جدا على عاتق وزارة الداخلية بكل يعني أفرادها، لكن في المقابل عليها أن تقوم بهذا الدور في إطار يحترم الإنسانية، إنسانية المواطن وإنفاذ القانون، يعني حقوق وواجبات دولة قانون. عناوين الأخبار ونرجع نقابلكم هنا في حديث القاهرة وعندنا قصص إخبارية كتير.
رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت والبتروكيماويات. الحكومة تعلن استضافة القاهرة احتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد. وزير الداخلية: نؤكد التكاتف بين جناحي الأمن لتحقيق العبور نحو الجمهورية الجديدة. التعليم تحذر من منع غير مسددي المصروفات من دخول المدارس أو ربطها بتسليم الكتب. التموين: متوسط مخزون السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر. السيطرة على حريق محدود بأحد مخازن التموين الطبي في العباسية، ووزير الصحة يتفقد موقع الحريق. رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة المبدئية على قانون صناعة السيارات. مصر تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا في 2022. الصحة العالمية: مصر استأصلت شلل الأطفال وأول من أدخلت اللقاح الجديد نوفل. وزير الحج والعمرة السعودي: إلغاء القيود الصحية لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر. إسرائيل تواصل حصار 150 ألف فلسطيني شرق القدس المحتلة لليوم الثالث. الرئيس اللبناني: نأمل في إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال أيام. الاتحاد العام التونسي للشغل: احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط بعد أن كان يكفي شهرين. وزير الخارجية الأوكراني يعلن قطع رحلته إلى إفريقيا اليوم عائداً إلى بلاده بعد القصف الروسي صباحاً. انخفاض بدرجة الحرارة غداً وشبورة مائية صباحاً، والعظمى بالقاهرة 30 درجة. أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى. أول قصصنا النهاردة بادئين بداية مختلفة شوية، لأنه حدث كبير وليه معاني، وردود الفعل هي التي أعطت للحدث زاوية مختلفة للنقاش. على مدى 3 أيام من امبارح، منذ الأمس، دار أزياء ستيفانو ريتش الإيطالية العالمية اختارت معبد الدير البحري اللي شيدته الملكة حتشبسوت في أحضان جبل القرنة أو الجرنة التاريخي بالبر الغربي في الأقصر قبل 3500 سنة، بتحتفل فيه باليوبيل الذهبي. طبعا حدث زي ده حدث كبير، حدث مهم، يجب ان احنا نفرح ان ده اتعمل على ارضنا. دي شركة عالمية شهيرة جدا بدأت عروضها من مدينة فلورنسا الإيطالية سنة 72. زي ما انتم شايفين المشاهد اللي احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي، جمال المشهد بالمعبد، التنظيم الرائع، في 350 شخصية من ساسة وفنانين ومنظمي أزياء ورؤساء تحرير وكتاب من كل دول العالم. أنيل كابور مثلا كان موجود، الفنان الهندي الشهير كان معاه، المطرب كان موجود، المطرب العالمي بتشيلي. ستيفانو ريتشي وجه كلمة في الاحتفال قال فيها: عشنا تجربة فريدة معا، اخترت الاحتفال بالذكرى 50 لعلامتي التجارية في مدينة رائعة مليئة بالسحر والفن والتقاليد، الأقصر، طيبة القديمة، أرض الفراعنة. ولأول مرة في التاريخ كان معبد حتشبسوت هو المسرح الرائع الذي أقيم فيه عرض الأزياء الخاص بي. وبعد حصولي على هذا التفويض المميز من المؤسسات المصرية، شعرت بالمسؤولية والاحترام تجاه هذه الأماكن المقدسة. الغريب في ظل هذا الحدث، فوجئنا بحملة شديدة على السوشيال ميديا: انتوا بتبوظوا الآثار، هي وصلت بيكم انكم تعملوا معارض أزياء في قلب الآثار المصرية، وكأننا ارتكبنا فارية، وكأن احنا بنعمل حاجة ما بتتعملش، وكأن عرض زي ده بتنقله وكالات الأنباء والمحطات العالمية حيسيء إلى الآثار وإلى جدودنا الفراعنة. هنا ظهر المفكر والمؤرخ الكبير الدكتور ماجد فرج عشان يقول: لا، اقفوا، انتوا بتقولوا ايه؟ ده في حاجه غلط انتوا فاهمينها. معانا الدكتور ماجد فرج في الاستوديو. اهلا وسهلا دكتور ماجد. اهلا بيك، منورنا. اهلا بحضرتك يا دكتور.
شرفتنا جدا وشرفنا ان احنا نحس ان في حاله من حالات الجدل في اشخاص بيردوا عليها اهل علم واهل خبره واهل فكر زي حضرتك. اولا انت ليه توقفت قدام الناس اللي عملت حاله الجدل دي؟ ايه احساسك اول ما شفت حاله الرفض لان يتم عرض زي ده في اماكننا الاثريه والتاريخيه؟ هو بالعكس ده انا من سنين طويله وانا بنادي بان الموضوع ده يتعمل. ده انا بقالي يمكن 10 سنين وانا بقول من اما ابتدينا الفيسبوك وانا دايما اكتب اقول يا جماعه لازم نستغل الحاجات اللي عندنا، نستغل اللوكيشنز اللي عندنا دي كلها في تصوير السينما اساسا اللي كان عندنا افلام عالميه كتير بتتصور عندنا وراحت كلها. لازم ان احنا نستغل اللوكيشنز دي كلها في ان احنا نجي تبقى عامل جذب للحفلات وللمغنيين العالميين وللعروض الازياء والحاجات دي كلها. احنا يعني لو قدرنا ان احنا نجذب الناس ديت ونعمل حفلتين ولا حفله واحده حتى في الشهر متنوعه، مره مزيكا مره كلاسيك مره جاز مره عرض ازياء مره كل الحاجات دي كلها، هنلاقي ان احنا مش ملاحقين على السياحه. صحيح احنا عندنا مشاكل في السياحه وهي مشكلتنا الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وهي ان احنا عندنا الوعي السياحي يعني بعافيه شويه، لكن ده اللي يعني الطريقه الوحيده الناس اللي شبه دي ومع ده اللي هيطورنا. بس انا عايز اعرف كان سؤالي هو عن احساسك ايه لما لقيت الهجمه دي ضد. لا ما ده العادي، ده ما فيش دايما كل ما حاجه تحصل كويسه يا ربي في البلد دي لازم نلاقي مليون واحد يقعد يقول لك لا وازاي ومش عارف ايه احنا هنبوظ الاثار. يعني ايه تبوظ الاثار؟ ما تبص حوالينكم في العالم كله، كل اثار العالم بتستغل في الدعايه للبلد بانها تعمل فيها احداث فنيه واحداث ثقافيه وعروض ازياء، مغنيين العالميين بيغنوا في 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 في, في كل المعابد وال. بس دكتور ماجد خليني انقل الصوت الثاني، حد هيقول احنا ما وصلناش في الاداره الى مستوى الاخرين وان احنا عندنا اهمال اساسا في الاثار، فما بالك لما تيجي تعمل زي عرض زي ده محتاج الحاجات اللي بيمشوا عليها والتجهيزات، فممكن يكون هناك اهمال او اضرار بالاثار بالفعل. طب هنتعلم ازاي اذا ما كناش يعني نرمي نفسنا في الميه؟ ما احنا لازم نبتدي نعمل الاحداث دي علشان نتعلم منها. ممكن نعمل اخطاء لكن في الاخر خالص هنتعلم. وبعدين خلي بال حضرتك واحد زي سينيور ريتشي جاي ومعاه الطاقم بتاعه وجاي معاه مخرجين وجاي معاه مهندسين ديكور وحتى العمال والنجارين وبيعملوا ده كتير وبيعملوا ده وجايين ويعني ومدربين وعملوا الكلام ده قبل كده مليون مره في مليون حته، فاحنا هنتعلم منهم. وهو مش هيسيب حاجه للصدفه، هو هيعمله صح وهو عمله فعلا صح. مفيش غلطه. واحنا دورنا هنا في الحاله دي يا دكتور دورنا ان احنا نتعلم. لا والجزء الثاني، هل عندنا قواعد معينة احنا بنمليها على الضيف اللي احنا بنستقبله؟ عندنا اعمل حدث بتاعك عندنا وشرفنا وهتدفع لنا فلوس ودعاية مجانية، بس راعي 1 2 3 قواعد للحفاظ على الآثار بتاعتنا لان مش هنقبل ضرر برضو في كل. بص من غير ما حد يعني هو ده اكيد طبعا احنا هنحط عليهم ريستريكشنز ونقول لا ما تقدر ما تعملش كده ما تخربش ما تكتبش حاجة على الآثار، كل الكلام ده يعني معروف. خلي بال حضرتك ان الناس دي بتقدر الآثار بتاعتنا اكتر مننا، يعني هو مش ممكن هو يعمل حاجه يعني تضر بالاثار زي ما احنا بنعمل في اثارنا. هو شايفها اماكن مقدسه زي ما هو كتب. هو نفسه بيقول هو حاسس بقدسيه المكان يعني وكون ان احنا سمحنا له ان هو يجي هنا ده هو مقدره جدا. وبعدين بدل ما احنا بندفع ملايين في حملات اعلانيه ساذجه جدا مع خالص احترامي للي بيعملوها، لكن كل الحملات الاعلانيه اللي شفتها عن مصر في تلفزيونات العالم ساذجة جدا وبدائية جدا. حدث زي ده بمليون حملة إعلانية يعمل إيه؟ وحيخلي الناس تعرف، هتشوف المنظر ده وتقول الله إيه ده أنا عايز أروح البلد دي. في آخرين هيحبوا يعملوا أشياء الاحتفاليات بتاعتهم يعني هما بيدفع لنا فلوس عشان يعمل لنا دعاية، عايزين إيه أحسن من كده؟ صحيح. حتى لو ما دفعش يا دكتور مجد، إذا كانت المسألة في مرحلة إحنا محتاجين نلفت نظر السياح نعمل دعاية أكبر، لو جاي لي شركات عالمية، لو حضرتك بتنصح وزير السياحة أو وزير الآثار الاثنين اللي هو قايم بيهم وزير واحد وبتقول له افتح الأبواب، ما تهتمش إنك تاخد 100,000 دولار ولا 500,000 دولار
بس شجع الناس دي انها تيجي عندك ووفر لهم البيئه. ده رؤيه صحيحه ولا غلط؟ ده رؤيه صحيحه جدا. لازم يعني لازم نجتذبهم يعني. بس مفيش مانع ان احنا برضه ناخد منهم فلوس يعني. اعتقد بعد الخطوه دي هناخد يعني فلوس يعني. ما لازم نشغل الناس ولازم نستفيد. ما احنا يعني برضه يعني حالتنا الماليه محتاجه شويه يعني. تمام. وهو واحد زي ده يعني بيبيع بي بي يعني مبيعات شركه زي دي بالمليارات. يعني مش مشكله كبيره بالنسبه له ان هو يعني يدفع. مش يعني مش دي اللي هتاثر معاه انه يجي ببلاش او يجي ياخد خصم. بالعكس هو مش فارقه معاه. هو يكفيه فخر ان هو يكون في المكان ده. وده باين في الكلمه بتاعته يا دكتور. بالظبط. يعني طب احنا عندنا هنا ثلاث حاجات مهمين. عندنا عروض لثقافتنا. الحاجه الاولانيه انه ده اتنقل لكل الناس لان ماركه عالميه الناس كلها بتتعامل معاها. وهو هيهمه ان هو كل اللي عمله ده في الاحتفاليه يتصور ويتذاع. الحاجه الثانيه الاشخاص المهمه والشخصيات اللي جت من كل انحاء العالم سواء كانوا كتاب او صحفيين او فنانين. تاثير ده على يعني على الحدث بشكل عام ممكن يفيدنا قد ايه؟ الناس عاده بتحاول انها بصفه عامه يعني طبيعه البشر انه بتقلد المشهورين. يعني اي حد يعني اي حمله اعلانيه بيجيب واحد ناس مشهوره بتستخدم السلعه علشان اوتوماتيكلي عارف ان الناس هتحب انها تقلدهم فتستعمل تشتري نفس الماركه دي. فدي مساله طبيعيه ان احنا نجي يعني لو 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 جم الناس المشهورين دول او جم ممثلين جم كبار رجال الاعمال وجم مصر وحضروا حدث زي ده ناس كتير هتحب انها تقلدهم وتيجي. وده اللي احنا عايزين نوصله في الاخر ان الناس تيجي. الافكار الاخرى دكتور ماجد اللي ممكن نروح لها يعني هذه فكره وهذا مكان واحد من اماكن عديده عندنا. ما هي الافكار الاخرى اللي ممكن حضرتك بما لديك من خبره تطرحها؟ يعني كلنا بنساعد ايد بايد. انا كل يوم بطرح فكره جديده في على فيسبوك عندي بقى. كل يوم والتاني بتلاقيني بكتب يا جماعه تعالوا نعمل كذا تعالوا نعمل كذا. طب قول لنا كذا وكذا دلوقتي. يعني في لسه كنا بنتكلم امبارح مثلا على افتتاح متحف اليوناني الروماني في اسكندريه اللي بقاله الله اعلم بتاع 10 سنين او يمكن اكتر مقفول. فاقترحت ان احنا نجيب فرقه يعني زي على الشاشه اهو يبقى في استعراض زي عرض عسكري باللبس القديم اليوناني. ويطلع من عند المسرح الروماني في اسكندريه واسف اليوناني بيطلع من عند قلعه قايتباي بصفه انها كانت موقع فنار اسكندريه اللي بناه اليونانيين. والطلاينه اللي هم احفاد الرومان يطلعوا من عند المسرح الروماني ويلتقوا مع بعض. وطبعا قدامهم فرقه من الجيش المصري القديم زي اللي احنا عملناه في موكب المومياوات. يتقدم المجموعه دي ويتقدم المجموعه دي مجموعتين مصريين وبعدين بيلتقوا وبعدين بيكملوا السكه مع بعض يوصلوا لغايه المتحف. ده حضرتك طرحته امبارح. طرحته قبل كده وقعدت طرحه امبارح بمناسبه الحدث ده. تصور العظمه. طيب. اللي هيبقى قبل فيها مسأل بقى. انا اسف اتفضل يا خالد. قبل ما اسالك في الجزء ده ورد الفعل خلينا معانا مسؤول كبير الدكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الاعلى للاثار. مساء الخير يا دكتور مصطفى. مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير يا استاذه كريمه. كل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بيك يا دكتور مصطفى. مبروك نجاح الحفل اللي كان موجود. وايا كانت التعليقات في اي اتجاه من الاتجاهات احنا الحقيقه عايزين نعرف كواليس الحفل ده. بس احنا معانا الدكتور ماجد فرج في الاستوديو عشان حضرتك واضح انك مش شايف التلفزيون. لا والله الحقيقه مش شايف. استاذ ماجد مساء الخير يا فندم ومنور منور حديث القاهره. شكرا دكتور اهلا بيك. القصه كانت من السنة اللي فاتت تقريبا. ستيفانو ريتشي ده مصمم أزياء عالمي كان عايز يحتفل باليوبيل الذهبي. هو بدأ سنة 72 2022 يكمل 50 سنة. فكان في اقتراح انه يتعمل في احدى الدول الخاصة بالفروع. الحقيقة الفضل يرجع للنائب المحترم محمد أبو العينين. هو صديق لستيفانو ريتشي. قال له ايه المشكله لما يتعمل هذا الحدث العالمي يتعمل في مصر؟ منها دعايه سياحيه حلوه ومنها خلفيه جميله جدا للعرض الخاص بيك. كان الكلام كله الاول بيتكلموا على احتمال تكون في القاهره. بعد مقابلات ومحاولات عده قال له ما تفكر في حكايه الاقصر.
جه بالفعل الأقصر، عمل اورينتيشن او سكاوت لبعض المناطق الاثريه في الأقصر، ففكر قال خلاص يبقى مثلا الوصول يبقى في ريسبشن يتعمل، وفكره جميله نوضح لهم الحضاره، جزء من الحضاره المصريه في معبد الأقصر. ثم تاني يوم نعدي على البر الغربي، يبقى في معبد حتشبسوت الفاشن شو، ثم برضو تتختم بحفل عشاء في معبد هابو. استحسن الفكرة، وبالتالي كان القرار انها تتعمل في شهر 3 اللي فات، ولكن بسبب احداث عالمية ارجئ الموضوع لشهر 10. وبالفعل والله يا استاذ خيري يا استاذة كريمة رجعني بالذاكرة لسنة 87 في اوبرا عايدة في الأقصر، لما طائرات شارتر جت من كل انحاء العالم لاندنج في الأقصر عشان تحضر الحدث وترجع تاني بلدها. 90% من اصحاب الطائرات الخاصه والضيوف اللي جم كانوا اول مره يجوا مصر، اعجبوا جدا جدا بفاتح الشهيه اللي شافوه في المناطق الاثريه، وكان لهم الفعل انا الفخر، قالوا احنا ياه ده احنا كانت فرصه العمر ان احنا نيجي. بالنسبه لنا ده فاتح شهيه ما كملناش يا دكتور مصطفى، والنهارده في حدث مهم زي ده ومع ذلك مش واخد حقه قوي في الدعايه. ثانيا بيلاقي بعض الهجوم، هل يا ترى الهجوم ده ممكن ياثر عليكم وانتم بتتخذوا موافقه على مثل هذه الاحتفالات، ولا احنا ماشيين في طريقنا؟ بسم الله ما شاء الله. الحدث كان له فيدباك عالمي، وانا عايز حضرتك والاستاذه كريمه والساده المشاهدين يستمعوا جيدا لما اقول. أهالي الأقصر كانوا مبسوطين جدا جدا من وجود كم كبير جدا من هذه السياحة بهذا المستوى اللي تستحقه مصر، وهنا بكلم بأخص بالذكر هنا الأقصر، مستوى راقي جدا. خدوا أكثر من 3 فنادق في كيا الأقصر، نزلوا عملوا زيارات روعة، كان بيصاحبهم بعض من المرشدين السياحيين وكلنا ما سبناهمش، عملوا سنة رواج سياحي في اليومين دول جميل جدا، كلهم التقطوا الصور التذكارية في كل الأماكن اللي راحوها. كان معاهم 40 صحفي يا أستاذ خيري يا أستاذة كريمة، 40 صحفي من كل أنحاء العالم في صحف عالمية، فيجارو، نيويورك تايمز، CNN، BBC إلى آخره، كله بيكتب، كان مستني بعد انتهاء الزيارة عشان يكتب. بداية الزيارة كانت بمعبد الأقصر، ثم الفاشن شو، كلهم بيعملوا داتا كويسة جدا في معبد حتشبسوت، ثم انتهت امبارح بالليل الحفلة في حدود الساعة 12:30 بالذهاب، والكل سافر بسلام الله النهاردة الصبح مع توصية منهم ما بين بعضهم، توصية ان احنا راجعين تاني بأسرنا بعائلتنا بأصحابنا بأصدقائنا عشان نزور الحضارة الجميلة والتاريخ الراقي لجمهورية مصر العربية. وتستاهل يا دكتور مصطفى. أنا الحقيقة عايز أخد حضرتك لجزئية تانية. خيري هو بيتكلم عن الهجوم اللي كان موجود، يعني رد فعل عظيم جدا واحتفالية هايلة حضرتك حكت لنا عليها، بس الناس سؤالها هو هل احنا عاملين اجراءات واحتياطات ومنفذين قواعد لحمايه اثارنا دي من انها تمس باي نوع من انواع الاضرار؟ حضرتك عايزك ترد على الناس دي في الجزئيه الاولى. والحاجه الثانيه، العائد من هذه الاحتفاليه هو مجزي ومغري على المستوى الدعايه، هل كان على المستوى الاقتصادي كمان لهذه الدرجه مجزي؟ كويس جدا السؤال ده. اللي بيبص ورا نظاره سودا والكوبايه الفارغه، واحد، احنا وعارفيننا كويس جدا ان احنا بنحمي اثارنا قوي قوي قوي، وده اللي كان ملفت للنظر على مدار سنوات كتير. اثارنا اللي كانت مهمله وكانت متكسره وكانت احنا اهتمينا بيها قوي ورممناها وشلنا اتساخات وتكلسات وظهور نقوش والوان وعملنا دعايه في منتهى الاهميه. دي واحد. اتنين، لن نسمح لاصغر اثري واصغر مرمم في وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي ضرر يمس أي منطقة أثرية على مستوى الجمهورية. 2-3، العائد سياحي
سياحي، عائد مالي، عائد اقتصادي في منتهى الأهمية. طيب الحفلة دي عشان تتعمل المكان ده طبقا للائحة المجلس الأعلى للآثار بيسدد رسوم؟ آه. طيب 90% من الضيوف بتوع امبارح دول دخلوا مقبرة نفرتاري؟ آه. التذكرة بتاعتها بكام؟ التذكرة بتاعتها ب 1200 جنيه. طب كويس قوي. دخلوا مناطق أثرية؟ آه. حجزوا تذاكر؟ أيوه. قطعوا تذاكر؟ جميل. الحفل ده كان له رسوم؟ آه طبعا له رسوم. سددت رسوم؟ اتسددت الرسوم بالكامل. ظهور الأقصر امبارح، ودي أرجو إن أنا أسجلها كويس جدا، ظهرت امبارح وأول امبارح الأقصر بالشكل اللي يليق بيها عالميا سياحيا وثقافيا. شكر لوزارة الداخلية اللي كانت ممثلة امبارح وأول امبارح وأول أول في المظهر الجميل، الأمن العام والشرطة السياحة والآثار والمرور، الكل كان بيشيد بهذا التنظيم الهائل جدا جدا جدا. طيب يا أستاذ خيري أجاوب على نص من سؤال حضرتك. طيب يا مصطفى بعد الهجوم، والله العظيم ثلاثة ما سمعت أي هجوم نهائيا عن هذا الحدث. يبقى أنت مكبر بس دماغك يا دكتور وما بتقراش السوشيال ميديا، وده شيء كويس مش وحش. الحمد لله وأنا ما عنديش فيسبوك وما بقراش السوشيال ميديا. أريح. طب دكتور مصطفى معلش أنا آسف، وأنا بختم مع حضرتك عايز أسأل السؤال ما هو القادم، وعايز أقول لك إن الدكتور ماجد فرج طرح بوست مهم امبارح وبيطرحه معانا النهارده عن المتحف اليوناني، وبيقترح فعالية مهمة في الإسكندرية يتم بيها يبقى عندنا احتفال بيسلم احتفال بيسلم احتفال، ننقل عيون العالم من مشاكلنا الاقتصادية والسياسية إلى إنجازاتنا وتاريخنا الموجود ده. ده توجه واضح تماما لوزارة السياحة والآثار تحت مظلة الدولة المصرية والقيادة السياسية، وتشجيع واضح تماما من اول ما بدانا يا استاذ خير وحضرتك كنت معانا والاستاذه كريمه في حفل نقل المومياوات البلديه اللي ابهر العالم، بعدها بشويه حفل الكباش قدر يبهر العالم. اما عن اقتراح الدكتور ماجد الجميل اهو فعلا ما ننساش ان المتحف اليوناني الروماني له اكثر من 15 سنه مغلق، بدانا بالفعل منذ بضع سنوات، نتكلم على سنتين وشوية، بدأنا بأعمال في غاية الأهمية، الترميم المعماري والترميم الرائع، واحنا تابعناه هنا وعرضنا الصور وحضرتك معانا لو تفتكر يا دكتور مصطفى. بس خيري بصراحة بيقول احنا ان شاء الله يكون على أجندتنا احتفاليات تانية من نفس النوع اللي احنا شفناه امبارح وكنا فخورين فيه، هل عندنا؟ لا طبعا لن، ودي لمين؟ لأصحاب النفوس الضعيفة شوية. لن نتوقف عن إظهار الصورة الحقيقية لمصرنا الحبيبة ولأثارنا الرائعة داخليا وخارجيا، ولن نتأثر والقافلة تسير وتسير. أقرب احتفالية يا دكتور مصطفى؟ عندنا احتفالية بنفكر فيها كويس جدا بعد افتتاح أو تزامنا مع افتتاح هذا المتحف، ما تقلقش على هذا الموضوع يا أستاذ يعني خير. أنت مش عايز تقول يعني أنا دايما بخليها عنصر المفاجأة الجميلة اللي هيبهر مصر والمصريين عالميا وداخليا. يا دكتور مصطفى اسمح لي أقترح على حضرتك بس حاجة صغيرة، هو لو ممكن إن احنا يعني نخلق إدارة في وزارة السياحة والآثار، إدارة تحط برنامج لخمس سنين قدام، مش في شهر قدام ولا الحدث جاي، لا يبقى عندنا برنامج أجندة يعني حدث بعد حدث بعد حدث، وكل واحد يبقى أحسن من الأول، وإحنا عندنا الـ 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 القدرة على إن إحنا نعمل يعني اللي خلانا نعمل نقل المومياوات في شكل أبهر العالم كله، وبعد كده طريق الكباش، يعني احنا قادرين لوحدينا مش مستنيين لما حد يجي من بره عشان يعمل لنا حاجه حلوه، احنا نقدر نعمل حاجات كويسه. بس برضو اهلا وسهلا بالاخرين اللي نتعلم منهم ونقدم معاهم حاجات احسن واحسن، بس يكون عندنا برنامج يعني طويل الاجل
يعني عارفين ان شهر يناير اللي جاي عندنا حدث كذا، حدث ضخم جدا، شهر فبراير عندنا مغني عالمي هيغني في الهرم، في شهر مارس عندنا مش عارف مهرجان فنون شعبية او يبقى عندنا وننتظرها ونخطط لها قبليها بشهور وبسنين كمان، ويبقى عندنا الناس تيجي تحجز عندنا ويوقفوا طابور عشان يحجزوا. انا اخشى بس ان ما يكونش ده التخصص او الدكتور مصطفى وزيري. لا 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 هرد يا استاذ خالد. طب رد يا فندم. هرد بالفعل بعد انضمام ودمج وزارتي السياحه والاثار طبعا عندنا اداره تسمى اداره الفاعليات. كلام الاستاذ ماجد صح، والكلام ده احنا مطبق بالفعل منذ زمن الدكتور خالد العناني الوزير السابق لوزارة السياحة والآثار. عندنا أجندة فعاليات، طبعا عندنا أجندة فعاليات، بعض أحيان بتترحل، بعض أحيان بتتغير طبقا للأحداث العالمية وطبقا لأحداث مثلا وليكن كانت موقف كورونا غير كلام، عد الكلام، أجل الكلام، أحداث حرب روسيا وأوكرانيا غيرت مواعيد وعدلت حاجات. لكن هل فعلا عندنا؟ طبعا عندنا اجنده فعاليات، ما تقلقش من الموضوع ده، احنا في انتظارها تكون معلنه كمان يا دكتور مصطفى. احنا بنشكرك جدا، بننتظر انها تكون معلنه عشان كل الناس تحجز من دلوقتي ومن بدري. احنا بنشكرك جدا الدكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الاعلى للاثار. ومن هنا لبلدنا حصل فيها هذه الاحتفاليه، الناس بتعترض هتبوظوا الاثار، لكن الدول الثانيه بتعمل ايه؟ هو حضرتك متخيله ان مفيش حد هيعترض؟ ده احنا على طول يعني احنا خالف تعرف اي حاجه بتتعمل. احنا عايزين نشوف انما البلاد الاخرى اللي حضرتك اظهرته. ده انا برضو رديت الكلام ده على الكلام ده على فيسبوك، وحطيت صور لمهرجانات في جميع انحاء العالم، حطيت صوره ورا صوره في اليونان وفي انجلترا وفي نيويورك وفي اسمها ايه دي في ميلانو، ومهرجان بعلبك ومهرجان جرش، ويعني في اللوفر بيأجروا المكان القاعات عشان يتعمل فيها حفلات، بل بالعكس بيتعمل فيها افراح كمان، حفلات خاصه. ده اللوفر، ده في اللوفر وفي وبريتش ميوزيوم والمتروبوليتان يعني كان لما كان في الهرم ولما كان في اليونان برضو عمل مهرجان كبير قوي. يعني كل بلاد العالم بتعمل كده، اشمعنى احنا؟ يعني ده احنا عندنا اذا كان هم عندهم لوكيشن ولا اتنين ولا تلاتة، ده احنا عندنا 500، احنا مش هنلاحق. واحنا عندنا كمان الاماكن المفتوحه الخاصه في المعابد بتاعتنا اللي اساسا الطبيعي انها معرضه للشمس والهواء وبعيده، حتى يعني بمجرد يعني مثلا الحفله بتاعت امبارح يعني في الساحه بتاعت معبد الاقصر، ده في الحته الواسعه في يعني في الصاله الكبيره ما فيش حد لمس الاثار. ونفس الحكايه عند معبد حتشبسوت، قاعدين على الجنبين والناس ماشيين على الكاتوك. شوف شاهد عيان كان موجود امبارح، كانت الاستاذه لميا كامل مساعد وزير السياحه والاثار السابق للدكتور خالد عناني كانت موجوده وكان لها دور سابق وعارفه هذه الفعاليه. ممكن تقول لنا ماذا رصدت وكيف رات هذا الاحتفال؟ مساء الخير استاذه لميا. مساء النور استاذ خالد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه لميا. والسؤال زي ما قال خيري، يا ترى ايه هو اللي حصل في الحفل امبارح رصدتيه؟ وردود الافعال من الناس والضيوف كانت اخبارها ايه على مدار الاحتفاليه وعلى مدار اليوم؟ انا حابه بس اوضح ان الاحتفاليه دي كانت من ضمن استراتيجيه الترويج السياحي اللي قامت بيها وزاره السياحه والاثار، فانها جابت بيت خبره كندي انجليزي قدم لنا استراتيجيه من حوالي سنة. أهم ركن في الاستراتيجية دي هي إقامة الفعاليات خاصة في الأماكن الأثرية للترويج لمصر والترويج للمنتج السياحي الأثري. ده شرح لنا بالتفصيل يا أستاذة لميا الدكتور مصطفى وزيري، لكن حضرتك كنت موجودة وشاهد وكنت مختلطة بكل الناس وبتشوفي ده شاهد عيان، عايزين حضرتك تحكي لنا بالضبط ماذا رصدتي. هو الحقيقة الاحتفالات عملت على مدار يومين، بدأت بكوكتيل الأول في معبد الأقصر، وتاني يوم كان في محاضرة لدكتور زاهي حواس، تلاها زيارة لمقبرة نفرتاري، وطبعا الاحتفالية بالليل اللي هي الفاشن شو اللي اتعمل في معبد حتشبسوت، وبعديها في مدينة هابو كان في حفل عشاء. الحقيقة أنا رصدته انبهار الناس مش بس بالآثار، انبهارهم بالخدمة المقدمة من
السياحة والخدمة المقدمة من وزارة السياحة والآثار، ولاحظوا جدا إن في تعاون شديد ما بين الدولة وما بين المدعوين. كنا محترمين جدا جدا خصوصيتهم، محترمين جدا إن هم ده حفلة خاص، كانوا مبسوطين ومنبهرين جدا بأثارنا. طبعا كان في حالة زخم شديدة، كان في حب شديد للبلد والمصر والآثارنا. هم كانوا منفعلين جدا، وكان في حالة كده، يعني كان في حالة كده انبهار حقيقي، انبهار وحب حقيقي، لأن الطلاينة قريبين أولا جدا مننا كمصريين، ثانيا هم فعلا بيحبوا مصر جدا جدا، وكانوا سعداء جدا إن هم مش بس لقوا الآثار، لقوا كمان المعاملة الطيبة، لقوا الاهتمام من دكتور مصطفى وزيري مجلس الأعلى للآثار، كان واخدهم بيتكلم معاهم بيوريهم باستفاضة كاملة مقبرة نفرتاري وتفاصيل مقبرة نفرتاري. دكتور زاهي حواس كان موجود وإدى محاضرة رائعة الحقيقة. أنا كنت موجودة بصفة شخصية، لأني أنا كنت موجودة في الأول من حوالي 6 شهور أثناء تنظيم الحفل اللي كان سيقام في مارس، الشهر في شهر مارس، فلما تأجل أنا ما كنتش موجودة في الوزارة، لكن هم الحقيقة حرصوا إن فريق العمل اللي كان موجود معاهم من شهور سابقة إن هو يكون موجود، فوجهوا لي الدعوة الحقيقة وأنا لبيتها، وطبعا هم احترموا جدا ده، كانوا سعداء جدا إن بالاهتمام ده. يمكن النقطة اللي أثارها أستاذ خيري اللي هو الاهتمام الإعلامي أو الزخم الإعلامي ده، يمكن لأن هو طبيعة الحفلة كانت حفلة خاصة، فما كناش حابين إن إحنا وقتها، يعني أنا بتكلم على من 6 شهور، وأعتقد برضو الوضع كما هو، ما حبيناش إن إحنا يعني نفرض عليهم حاجة معينة، أو إن إحنا يكون لينا مثلا لستة مدعوين، لا حبينا إن هو يكون الحفل ده خاص بيهم. وطبعا طب ده والصحفيين العالميين يا أستاذة لمياء، الصحفيين العالميين الأربعين صحفي اللي حكينا عنهم دكتور مصطفى، هل دول كمان كانوا دعوات خاصة، ولا علشان يعني دعوات خاصة لتغطية حدث خاص لصحفهم هم، ولا أصدقاء بصفة الصداقة؟ هم طبعا هم ده بيت أزياء عالمي بيهتم جدا بالميديا الدولية الخاصة بيه، فبالتالي هو بيحتفل ب50 سنة، دعا أصدقائه من بيوت الأزياء الأخرى ومن الأسرة ومن مثلا العملاء بتوعه، غير طبعا الإعلام الدولي اللي هو عارفهم واستضافهم على يعني على تكلفته الشخصية. يعني نشكرك جدا أستاذة لمياء كامل المساعد السابق لوزير السياحة والآثار، ليه تعليق هنا بس على الإعلام، علشان هم كمان اتهمونا بالتقصير. طبعا هذا حفل خاص لا نستطيع أن نفرض أنفسنا عليه، لم يكن مفتوحا للإعلام بشكل عام عشان نقدر نروح. اللي راحوا هم زي ما حضراتكم سمعتوا من الأستاذة لمياء كانوا مدعوين، ولازم نحترم هذه الخصوصية. هو عايز إعلام محدد، هو بيخاطب العالم اللي بره، عايز إعلامه ده هو اللي يشتغل عليه، هو حر، ما أقدرش أفرض عليه ده. وما أعتقدش إن عندنا نفس الثقافة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، عندنا مصورين عظام بس إحنا ما تعزمناش. لكن هنا اللوم يقع على مين؟ في لوم، اللوم يقع على وزارة السياحة والآثار وعلى محافظة الأقصر. ليه؟ احنا مش لازم نحضر، بس على الأقل نبقى عارفين، لما نبقى عارفين هنروج للحدث، هنتكلم عنه، هنفخر بيه، هنتابع الصحافة العالمية فقط لا غير. لكن ما كانش مطلوب أبدا أن يفرض الإعلاميون المصريين نفسهم على أي احتفال عالمي معمول على أرضنا. أستاذ ماجد، دكتور ماجد، لو أردت أن تقول كلمة أخيرة في هذا الإطار لمصر. أقول تاني، نفسي أشوف ده كل شهر، بلاش كل أسبوع، كل شهر يكون عندي حاجة بالحجم ده، وأكبر 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 على طول. وده الطريقة الوحيدة اللي تخلي الشعب المصري يتنمو عنده الـ 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 الثقافة السياحية والوعي السياحي، متعود. لما يتعود على المنظر ده ويشوفه كويس أكيد الدنيا هتتظبط معنا. يعني إحنا نتمنى فعلا زيادة الوعي وزيادة هذه، زي ما حضرتك قلت كلمة السر، نفتح الباب لده هيزيد الوعي عند الناس، الأفلام تتصور، المسلسلات تتصور، الأحداث تتعمل عندنا. وكل الشكر وجزيل الشكر للمفكر والمؤرخ الكبير دكتور ماجد فرج، شكرا جزيلا، شكرا لك، شرفتنا. بعد الفاصل لدينا العديد من القصص الإخبارية، فانتظروا. أهلا وسهلا بكم من جديد. دايما بنشوف فيديوهات لتجاوزات
السواقين، سواء كانوا سواقين عربيات نقل او سواقين طرق عاديه، او حتى الازمات اللي حصلت معانا وربنا ما يرجعهاش ابدا، حوادث القطارات، دايما السواق متهم. لكن لاول مره بنشوف ان سواق لوسيله مواصلات عامه بيصور فيديو عشان يقول للناس احذروا احنا قدام كارثه، خدوا بالكم لان ممكن يقع في المنطقه دي ولاد. ترام اسكندريه تحديدا في منطقه محطه رشدي، السواق وهو بيمر من هناك قرر انه يصور فيديو بيوثق بيه مشهد كل يوم بيشوفه، ولانه بيشوفه كل يوم جهز كاميرته وتليفونه وبدا من قبل ما يدخل على المحطه يصور، ودي كانت النتيجه. شوفوا معانا. أستاذ علي سالم، مشهد مفزع جدا، ممكن في لحظة هتبقى القضية ترام اسكندرية يقتل طفلا صغيرا أثناء خروجه من المدرسة، ونجيب قائد الترام أو السائق، وانت ازاي ما وقفتش، انت اديت كلاكسات، انت خلافه، مسؤولية مين دي؟ هل يا ترى هي مسؤولية البيت اللي علم العيال؟ هي مسؤولية المدرسة اللي خرج منها العيال؟ هي مسؤولية المحافظة اللي ما قدرتش تعمل مكان ومعبر للطريق أو عاملة ولا يستخدم؟ مسؤولية مين بالظبط؟ إيه اللي دفع سائق الترام إنه ياخد إجراءه ويصور الأولاد وهم بيلقوا حجارة على الترام، وهم بيعدوا الطريق بأعداد كبيرة، وهم بيقفوا قدام الترام تحدي لحد آخر ثانية وينطوا، لعبة موت طول الوقت. معانا الأستاذ علي سالم عبر التليفون، سائق هذا الترام الذي صور هذه المشاهد المفزية. أهلا وسهلا أستاذ علي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ علي. أنت صورت الفيديو ده إمتى بالظبط؟ يوم الأربعاء إن شاء الله، يوم 4 أكتوبر. وده كان مشهد بالنسبة لك متكرر؟ شفناك مجهز التليفون. متكرر، أنا مجهز التليفون وحاطه على التابلو بتاع الترام بحيث إن أنا عارف اللي هيقابلني إيه. هل في هذه المنطقة بس ولا في مناطق أخرى؟ لا، في مناطق كتيرة قوي يا فندم. إحنا عندنا خط الترام من محطة الرمل لغاية فاكتوريا عبارة عن مدارس وكليات ومعاهد وشركات. مفيش أسوار بتحجز الترام عن الطريق؟ في أسوار، في أسوار، هم بيتخطوا الأسوار. تمام، وبيعدوا وبيعملوا زي ما حضرتك شفت في الفيديو بالظبط، وحدف توب، وممكن توبة تيجي في راكب، تيجي في لوح إزاز، تيجي في أي موقف. حصل حاجة قبل كده زي دي؟ حصلت، حصلت كتير، وتعمل بها محاضر وفي الإقسام والتأييد تبع ضد مجهول يعني. طيب استاذ علي، احنا شفنا اكتر من مشهد. المشهد الاولاني اولا ان هما بيتحركوا في مجموعات، دول طلبه مجموعات مع بعضها. الثاني بنشوفهم بيقفوا قدام الترام لحد اخر لحظه. هل تتصور ان هما عاملين الموضوع على انه لعبه؟ لان انا شفت يا ربي فين اهاليهم عشان يربوهم. هي لعبه وعدم احترام. عدم احترام للطريق ولا الطريق وحرم ترام اصلا، ده اسمه حرم ترام زي صحيح. حرم الجامعي، ما حدش بيخشه الا اللي شغالين في الجامعه او الطلبه اللي بتدرس في الجامعه، ده حرم ترام برضو، فداخل من ضمن الحرم، فانت ما ينفعش تقف الا في المحطه بتاعتك. الاجراءات اللي عملتوها عندكم في النقل، هل تقدمتم ببلاغات للشرطه؟ هل المحافظه تقدمنا يا فندم؟ تقدمنا ببلاغات ومع مندوب الحوادث، واتعمل كذا محضر، وجبنا امن من الهيئه نفسها، وقفوا وبداوا يمنعوا الموضوع دوت. بس احنا عندنا الامن اللي عندنا عنده شغل تاني، فاحنا اصلا بننقل كل يوم من مواطن اسكندريه من 200 راكب ل 250 راكب يوميا بتنقلوا، احنا بننقلهم يوميا. فحضرتك 200 راكب بس؟ 1000 200000 200 لا 250 200000 يعني 200 فاهمني حضرتك؟ ايوه 200000 ل 250 بما يعادل الربع مليون. ايوه تمام. فانا دلوقتي انا بنقلهم، فانا دلوقتي حضرتك انا معايا مستشفى، ومعايا جامعات، ومعايا دكاتره، ومعايا تامين صحي، معايا سجل مدني، معايا موظف في الحي، انا بروح اوديه شغله. فانا بنزل من شغلي من بيتي الساعه 4 عشان اودي الراجل ده شغله، عشان يقدم خدمه للمواطن
فانت ما ينفعش انت بتعمل كده بتعطلني انا. طب استاذ علي انا عندي سؤال اخير قبل ما اختم معاك. اتفضلي. حضرتك سواق على الترام اسكندريه بقالك قد ايه؟ 12 سنه. 12 سنه المشهد ده كان موجود زمان ولا بدا يظهر مؤخرا؟ لا هو بدا يظهر مؤخرا. من قد ايه تقريبا؟ يعني من حوالي من 5 سنين كده بالظبط. عشان كده انت قلت للناس في الفيديو يا ريت تربوا ولادكم بدل ما تقول لي انت في واحد مات وانا كنت عايزه يطلع وكيل نيابه وانا ما بطلعش من خط المترو اصلا. الفكره يا فندم ان هم دلوقتي ان اي طفل من دول او اي حاجه بيحصل بضطر ان انا اروح القسم وبيتحط في ايدي كلبشات زي اي متهم تاجر مخدرات حرامي نصاب فبيتحط في ايدي الكلبشات وبتجرجر وبركب عربيه الترحيلات زي اي حد. ده حصل قبل كده؟ حصل يا فندم وبيحصل. يعني في حد اصابته اطفال احيانا او حصل معاه؟ اصابنا اطفال واصابنا عربيات وبنحط في ايدينا الكلبشات وبنروح النيابه. المفروض ان في مندوب حوادث هو اللي بينيب عني وانا بروح التحقيق وبروح من النيابه. ده المفروض. اما احنا دلوقتي بنلجا للعوده للاسم وعرض على ضابط المباحث تمام وبقعد في القسم لغايه الساعه 2 بالليل و12 بالليل عشان خاطر اروح بيتي وانا ببقى طالع. طيب استاذ علي انت بتقترح ايه؟ يعني المنطقه دي عايزه كوبري، عايزه نفق، عايزه ايه؟ لا ده على كل شيء إيه الكرام. لا يا فندم هي عايزه سلوك شعب. الناس دي رساله توجهها لمين يا استاذ علي؟ للاهالي يا فندم. عايز تقول لهم ايه؟ اهل ربوا عيالكم، ربوا اطفالكم، ونبهوهم علشان ما يتضروش ويرجعوا لكم لا قدر الله حصل. بالظبط كده بالظبط كده. وبالنسبه للمدارس، بالنسبه للمدارس المدرسين عليهم عمل كبير جدا في طابور المدرسه الصبح. ننبه على الاطفال دي اللي انت بتعمله غلط، ان انت شفت الناس شافوك، انت اتصورت. العمليه التكنولوجيا دلوقتي بقت في كل مكان. احنا بنشكرك على مشاركتك الايجابيه يا استاذ علي سالم علشان تنبه الناس سواء اولياء الامور ما يفقدوش ولادهم او الباقيين. احنا بنشكرك جدا. وبالمناسبه احنا تواصلنا مع السيد المحافظ سياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه، واعتذر لانه عنده ارتباطات متعلقه باحتفالات خاصه باكتوبر وخاصه بالمولد النبوي الشريف، ومش هيخلص قبل الساعه 11، فقال ان شاء الله هيتابع وهنتكلم معاه بكره عشان احنا نتابع معاكم الموقف ونقول لكم ايه اللي هيحصل في الموضوع ده اذا كان في اجراءات من المحافظه. طيب من الاسكندريه الى روسيا. روسيا والعالم الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والتوتر، الحديث عن حرب نووية. الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات الخميس اللي فات، قال إن بوتين ما بيهرجش لا يمزح بشأن احتمال إنه يستعمل السلاح النووي التكتيكي، وده هيعرض البشرية لخطر نهاية العالم. أما الولايات المتحدة فخدت خطوة وقائية وقالت إنها أنفقت 290 مليون دولار عشان تشتري دواء نابليت. ده بيقولوا انه دواء ضد النووي. اوروبا عملت برنامج اسمه برنامج الانقاذ، ميزانيه تفوق ال 550 مليون دولار عشان يشتروا ويخزنوا ادويه. اوكرانيا وزعت حبوب اليود على مراكز الايواء تحسبا لاي قصف نووي. البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خرج وحذر من تهديد الحرب النووية وصلى علشان الحرب تنتهي. كوريا الشمالية دخلت على الخط بقى، وما بالكم لما كوريا تدخل. زعيمها كيم جون اون اصلا اغلط فيه ولا بتاعه، وده يجيبني كده بضفر بعد الشر. قاد تجربة سابعة لإطلاق صاروخ باليستي خلال أسبوعين، وقال إن قواته جاهزة تماما لضرب الأهداف وتدميرها في أي وقت ومن أي مكان، وإنه مش بحاجة لأي حوار مع الأعداء. النهاردة الصبح العالم كله استيقظ على الضربات الصاروخية من روسيا على أوكرانيا بشكل عشوائي. حملة قصف استهدفت كييف، وطال القصف شارع قريب من مكتب الرئيس الأوكراني اللي قال إن روسيا بتحاول تدمير بلاده ومحوها من على وش الأرض. الرئيس بوتين خرج يعترف بتنفيذ الهجمات دي وقال ان ردهم هيكون اشد على اي اعمال ارهابيه، وان اوكرانيا بتنفذ عمليات ارهابيه، كان مشيرا الى جسر القرن. وطلع قادروف وقال احنا لسه ما ردناش، لسه هتشوفوا وانت اللي عملتها. هل نحن نسير في اتجاه حرب نوويه بالفعل؟ هل العالم يتجه الى الفناء؟ معنا الدكتور أشرف الصباغ المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي. أهلا وسهلا من موسكو الدكتور أشرف الصباغ.
اهلا دكتور اشرف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هو شكل العمليه داخله في الجد يا دكتور اشرف، والموضوع اصبح مقلق بصراحه. احنا كنا بنتكلم على اسماء اسلحه هيتم استخدامها خاصه بسلاح يوم القيامه او حامله يوم القيامه، دايما بنسمع كده، لكن لما يطلع بايدن ويقول احنا شكلنا بنتجه بالتحذيرات دي وتحذيرات بوتين جده وان احنا شكلنا بنتجه فعلا لنهايه العالم، نقلق بقى. ايه تحليلك لهذا الموقف وهذه التصريحات المقلقه فعلا على المستوى الشعبي كمان؟ هو في الواقع الرئيس بايدن يعني زودها شويه في التصريحات، وطبعا معروف في الاسباب الداخليه واسباب التجديد النصفي في الانتخابات وكده، ومستويات السلطه الامريكيه الاخرى طلعت خففت من واقع هذه التصريحات، يعني التصريحات المخيفة فعلا والمقلقة، واللي بتخلي شركات الأدوية تبيع والناس تجري ووسائل الإعلام تشتغل، لكن في النهاية في الحقيقة المجتمعات هي التي تدفع ثمن القلق والتوتر وتوسيع دوائر الحرب حتى لو كانت غير نووية. نحن ما زلنا نتحدث عن أنه من المستحيل حتى هذه اللحظة استخدام أي أسلحة نووية، ونحن نعرف أن الأسلحة النووية استخدمت مرة واحدة في التاريخ منذ أكثر من 70 عاما، وانتهى الأمر وتوقف العالم، وهناك حروب جرت ولم يتم فيها استخدام الأسلحة النووية، وهذه الحروب جرت ما بين قوى نووية سواء الاتحاد السوفيتي في أفغانستان أو أمريكا في فيتنام، وتم هزيمة القوتين هاتين النوويتين في كل من أفغانستان وفي فيتنام، ولم تتمكن وتستطع ولم تجرؤ أي قوة منهما على استخدام الأسلحة النووية، وحتى إذا اصطدمت قوتان نوويتان كبريان لن تستخدم الأسلحة النووية سواء التكتيكية أو الاستراتيجية، لأنه الحروب التقليدية والأسلحة التقليدية كافية لأن يخرج أي طرف منتصر أو غالب أو مغلوب أو مهزوم. وبالتالي لنستبعد قليلا فكرة الأسلحة النووية واستخدام الأسلحة النووية، لأنه ابتزاز سواء من جانب أمريكا أو من جانب روسيا، هو هذا ابتزاز نووي، وابتزاز ليس لبعضهم البعض فقط، وإنما ابتزاز لكافة الشعوب الأخرى والدول التي لا تمتلك الأسلحة النووية وتتعرض لأزمات غذائية وأزمات في الطاقة وأزمات ما إلى ذلك، وهو شكل من أشكال الاستقطاب للدول الضعيفة وللشعوب المغلوبة على أمرها في الدول الأخرى. المسألة في الحقيقة تسير إلى شكل أسوأ بكثير من استخدام الأسلحة النووية، وهو تعذيب الشعوب وتعذيب المجتمعات وإثارة الفقر وإفقار الشعوب وتوجيه عجلات التنمية إلى شكل من أشكال عسكرة الاقتصادات وعسكرة العلوم وعسكرة المنجز التقني الإنساني الذي أنجزته البشرية طوال القرن العشرين. طب يا دكتور أشرف، بماذا تفسر حتى لجوء أمريكا إلى عمل ميزانيات وتوجيه في أوروبا إلى أخذ أدوية معينة وتخزينها وخلافه، أوكرانيا اللي بتوزع حبوب اليود؟ هل هذا كله في إطار الابتزاز السياسي والاقتصادي، أم أنه هناك مؤشرات أن أحد الأطراف قد يفقد أعصابه بالفعل؟ الكلام الطرح نظريا في غاية الوجاهة من ناحية أن يفقد أحد الأطراف أعصابه أو يشعر بالضغط إلى حد الاختناق فيبدأ باستخدام الأسلحة النووية، ولكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق لفقدان هذا الكنترول على أي من الطرفين، خاصة وأن في الحقيقة الطرف الروسي هو الذي بدأ بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية، ولكن الغرب يريد أن يفوت هذه الفرصة، والهدف من التهديدات الروسية هو إيصال الأمور إلى حافتها كما حصل
في الكاريبي وفي أزمة الكاريبي لكي تبدأ المفاوضات، ولكن كما قلنا في وقت سابق أن الغرب فوت الفرصة على الكريملين في أن يوصلها إلى الحافة وإلى مقاربة الكاريبي، ومرة تم اجتياز موضوع الكاريبي، ونحن الآن أمام مقاربات أخطر بكثير وأمام حالة من حالات الانتقام. طب دكتور أشرف، هل ده يعني ليه علاقة برد الفعل القوي اللي قام به الرئيس الروسي بضرب أوكرانيا، قلب أوكرانيا كييف النهاردة، ولدرجة أن وصفت بأنه يعني كان دمار شامل والأسوأ من يوم بدأت هذه الهجمة أو الحرب على أوكرانيا؟ فإيه تفسيرك؟ هل ده بسبب تفجير جسر القرم فعلا، ولا ده شيء ملوش علاقة وإن فعلا بوتين بدأ يفقد أعصابه في التعامل مع الأوكرانيين؟ هذا السؤال في الحقيقة يلقي الضوء على مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية. يجب أن نعرف بشكل أساسي أن جسر القرم هو حلم قومي لدى القوميين الروس منذ القيصرية، وهذا الحلم فشل أيام القيصرية، حلم وصل اليابسة الروسية بشبه جزيرة القرم، وهذا الحلم أيضا فشل في أثناء وجود الاتحاد السوفيتي طوال القرن العشرين، لم يتم وصل اليابسة الروسية بشبه جزيرة القرم، ونجح فقط بعد أن تم ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وقاموا بصرف حوالي 7 مليارات دولار لبناء هذا الجسر ووسط اليابسة بشبه جزيرة القرم، أي أنه ليس مجرد جسر لمرور العربات والأغذية والطاقة، وإنه جزء من الحلم الروسي، تكوين وجوهر الإمبراطورية الروسية سواء القديمة أو الجديدة، لأنه سيلعب دور مستقبلي في إحياء وبعث طريق الحرير. نحن هنا أمام ضربة للحلم الروسي، ضرب هذا الجسر كان ضربة لحلم القوميين الروس الذين يحكمون روسيا. إذن مع أهمية هذا الجسر، حضرتك بتقول إن ده ليه علاقة بالضربة التي وجهت من روسيا إلى كييف، الضربة العنيفة. مش عارف الدكتور أشرف معانا؟ دكتور أشرف سمعني؟ نعم نعم، اتفضل. أنا أسمعه. نعم. طيب هل تسمعني يا أستاذ خالد؟ أنا سمعك دلوقتي. كويس. طيب طبعا الضربة الحالية هي قد تكون رد على ضرب جسر القرم، ولكن ضربات اليوم هي بداية المرحلة الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، وكما قلنا في تحليلات سابقة أن روسيا لن تستطيع التوقف في شرق وجنوب أوكرانيا، وإنما يجب على القيادة الروسية طالما بدأت الحرب في فبراير الماضي أن تكمل الحرب حتى النهاية. وإذا كان قرار الحرب كان في يد بوتين في البداية، فإن قرار إنهاء الحرب ليس بيد بوتين، وعلى الكريملين وعلى الرئيس بوتين أن يستمر في هذه الحرب، وبالتالي حدثت الخط خط قطع. احنا اسفين جدا للدكتور اشرف الصباغ، انها شبكات. يا عزيزي انت في روسيا وعندك حرب، ويبدو ان الشبكات كويسه، بتوع الشبكات عندنا مش عارف. طيب دكتور أشرف، صحيح احنا فقدنا الاتصال تماما مع دكتور اشرف، يعني احنا الحقيقه في انتظار التصويت اللي هيحصل من الجمعيه العامه للامم المتحده على ادانه روسيا، لانها قامت بضم المقاطعات الاربعه بعد التصويت عليها ولا لا؟ بعد التصويت يعني عندهم حق الفيتو، خلصوا الموضوع. الصين عندها حق الفيتو، خلصوا الموضوع. ده كله تمثيل، كله تضييع وقت. انا والله شايفه مش شعور زي ما قال. مرحله ثانيه عندنا لسه، كام مرحله للحرب؟ هو قال جملة سحرية، قال بوتين استطاع أن يأخذ قرار الحرب، ولكن ليس بيده أن يأخذ قرار نهاية الحرب، وعلشان كده الحرب دايما في مجملها دمار أيا كانت درجة. عايز أقول حاجة قبل ما تختمي، قبل ما نطلع فاصل، يعني أنا عايز أهني زميلنا سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز بالقاهرة،
تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة في الاتحاد من الاتحاد الأوروبي. سمير ألف مبروك يا أستاذ سمير، إعلامي كبير ونشط وخلافه. كمان بشكل شخصي عايز أهني زميلي محمد عيسى مدير تحرير مجلة الأهرام العربي. أنا كنت مدير تحرير مجلة الأهرام العربي، هذه المجلة أنا ساهمت مع زملاء أعزاء في تأسيسها، عشان كده بفرح لأي حد بياخد جايزة. محمد عيسى كان من أوائل الناس اللي تعينوا في المجلة كصحفي قادم من بلدنا من الدراكسة من الأهلية، صحفي بديع، خد جايزة الصحافة في دبي، فأتقدم له بخالص التهنئة. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل زميلنا العزيز خالد البرماوي وبورصة الكلام. أهلا بحضراتكم من جديد وحديث القاهرة. طبعا هنا الاجتماع الثلاثي ده قبل فقرة خالد البرماوي بيبقى له مواصفات خاصة، لكن دلوقتي هنروح لحديث القاهرة الموازي محقق مدقق وملخص، وخالد هيقول الباقي. مساء الخير يا كريم. خلاص ما انت قلتي الخلاصه بتاعت أو يوم ما اقولش يوم ما اقول السر يعني. سر بورصه الكلام هو فكره ان هو محقق وموثق وايه ومختصر، ثلاثه خير، محقق مدقق ومختصر. بعد كده هيقول لي مساء الخير يا خالد. مساء الفل. وثق يا خالد ودقق. يعني احنا بنقول لكم ده ترند، بس بنجيب الوثيقه اللي بتقول ده. بورصة الشخصيات أكثر الشخصيات انتشارا على أو نشرا على المواقع الإخبارية المصرية، أبرز خمس شخصيات: دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحديدا بسبب اجتماعات ليه علاقة بالمؤتمر الاقتصادي اللي هو قال بعد أيام، وكمان لقاء مع مجموعة من المستثمرين الاستثمار العقاري بس في مجال السياحة، محمد منير على خلفية الاحتفالية اللي كتير جدا من الناس بدأوا يعملوها وأفراد وشخصيات، وحديث القاهرة امبارح كان بيحتفي بيه بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب يا كينج. خالد عبد الغفار، دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على خلفية مبادرات كتيرة جدا أطلقت النهاردة، أهمها مبادرة مع منظمة الصحة العالمية بحضور دكتور مجدي يعقوب ورئيس منظمة الصحة العالمية، كان اسمها إيه؟ الصحة قولا وفعلا. كان فكرة الرياضة، ودي مبادرة عالمية تم إطلاقها النهاردة من وانت مصر. وانت بتعمل رياضة يا خالد؟ انا بعمل رياضة صراحة. وانت بتعمل رياضة؟ أيوة. انا بتمشى شوية. لا في الفواصل بشوفك. لا ده ماتش كرة صغير كده. طيب، ومحمد صلاح على خلفية مباراة امس مع ارسنال وصورته مع النني، وكمان بعض التصريحات وبعض التقارير في الصحافة الإنجليزية بتتكلم على هل يقفز محمد صلاح من سفينة ليفربول الغارقة ويدور على عرض. في كلام ان ريال مدريد مستعد، يوفنتوس، وفي كلام على نادي باريس سان جيرمان برضو. شيرين عبد الوهاب على خلفية صلح، بس خد بالكم صلح قانوني مع حسام حبيب. طيب، دي بورصة الشخصيات. تعالوا بقى بورصة الحاجات اللي انتوا اهتميتوا بيها، علقتوا وشاركتوا. النهاردة كان حفل كلية الشرطة، وطبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بيها، وكانت موجودة على محركات البحث وعلى تويتر وعلى فيسبوك في الفترة الصباحية. لكن أهم اللقطات اللي انتوا اهتميتوا بيها كانت لقطة بنات الشرطة أو سيدات الشرطة وهم بيعملوا يا خيري مداهمات، وهم بيعملوا قفز موانع، وهم بيعملوا عملية قبض على جناة ومحاكاة لعمليات مداهمة. فكانت من الحاجات اللي الناس اهتمت بيها جدا النهاردة لبنات الشرطة. طيب، من الحاجات برضو اللي كانت ترند ولي علاقة بالإنترنت، وانتوا عارفين كل شوية الناس بتتكلم على الإنترنت والإنترنت في مصر ومشاكل، وعندنا خبر حلو وإحنا حققنا فيه كمان عشان نقول لكم، هي فكرة التوثيق. النهاردة في معرض جايتكس، أكبر معارض الموجودة في التكنولوجي في دبي، تم تكريم وزارة الاتصالات ممثلة الدكتور عمرو طلعت. ليه بقى؟ عشان وزارة الاتصالات ومصر تحديدا كانت أفضل شبكة انترنت في أفريقيا، طبعا مقارنة باللي كان موجودة فيه. يعني هو مصر كانت بناء على سبيد تيست، دي محرك بحث بيعمل عملية اختبار لسرعة الانترنت، احنا كنا رقم واحد في افريقيا في الربع الاول والثاني من عام 2022، تراجعنا في الربع الثالث اللي هو انتهى في سبتمبر. السرعة كان بقى 46 ميجا بايتس في الثانية. 2019 كنا رقم 40 على مستوى قارة افريقيا، ودي على فكرة واحدة من الحاجات المهمة جدا لما تيجي تبص على اقتصاد على تنمية، والحمد لله يمكن الانترنت في امال ليه يا خالد احنا مش حاسين بده قوي يعني. طبعا اقول لك ليه السلايد دي تقول لك ليه. احنا زي ما قلنا احنا بنعمل ايه، بنحقق وبنوثق.
الانترنت في مصر مقسوم حاجتين، انترنت ثابت اللي هو الخط الارضي، وهو ده بيجي لك عن طريق مجموعة من الحلول، منها الخط النحاسي القديم ودي سرعاته ما بتزيدش عن 30-40 ميجا بايت، لكن لو بقى فايبر فده ممكن يوصل ل 100 و 200 ميجا بايت. وعايز اقول لكم في مصنع في مصر قريب هيتعمل الفايبر اوبتكس، فدول خطين، وده اللي حصل فيه قفزة كبيرة. يعني احنا سرعتنا دلوقتي وصلت على الخط الارضي 45 ميجا بايت، التقرير اللي فات كان بيتكلم على 46، احنا 45.5، يعني ما اختلفش غير 0.5%. احنا قلينا 3 درجات للاسف، بقينا 83 على مستوى العالم. على مستوى الموبايل بقى والاربع شركات، ودي برضو لازم نهمس في اذن جهاز تنظيم الاتصالات، لان ده ما كانش المستوى بتاع شركات الاتصالات فيما سبق، في مش عايز اقول بخل، بس في بخل في عدم الانفاق على شبكات الاتصالات والبنية الاساسية. هما بيتكلموا على مشاكل ليها علاقة بالترددات، بيتكلموا على مشاكل اجهزة مش عايزة تيجي من برة، بس في النهاية محصلة ايه؟ محصلة ان احنا الداونلود بتاعنا 22 ميجا بايتس. في ناس بتتكلم دلوقتي يا خير على 200 و300، وفي على فكره انا شفت فيديوهات بيتكلموا على ان الحاجات بتنزل في قد ايه، فحاطين التايمر بكام ثانيه، يعني فكره ان يعني على ده ال 5G يا استاذ. انا بتكلم في ان ثواني بينزل عندهم الحاجات، بلس ان الابلود او حتى اللايف انك تطلع هنا لايف على كده بتوصل، يعني بنعمل تك تيجي شرطه كريم وبعدين استرينا بيقول لك بعد 20 احنا على الموبايل 22 ميجا بايتس. العالم وبعض دول العالم بقى، من السعوديه مثلا 1 جيجا، عارفه يعني ايه؟ يعني بتتكلمي على 22 و1000، عارفه الفرق ما بين 22 و1000؟ لا مش عارفه، تخيلي يعني انت في 22 في 1000، ففي في فجوه، في فجوه يا استاذ، في فجوه كبيره جدا جدا على مستوى الموبايل، على مستوى خط الانترنت ثابت اتحرك بامانه. واحنا متحركين في لا علاقه بالفلوس بالامكانيات ولا لا علاقه بعدد المستخدمين بالنسبه للموبايل، بالابراج الموبايل ليه علاقه بالترددات، ليه علاقه بالبنيه الاساسيه، ليه علاقه بالاجهزه اللي بتيجي من بره، ليه علاقه بفكره ان انت ما تتوسعش في اشتراكات وانت بنيتك الاساسيه ما بتجيبش. ايوه، فدي ليه ما تعملش عروض وانت لسه ما تفتحنيش عشان خلص. طيب، من الحاجات اللي كانت ترند كبير جدا النهارده في مصر والسعوديه وبريطانيا كمان، ودي قلمة قوي ما تلاقي قصه رقم واحد، ركزوا معايا عشان دي حادثة تاريخية وما اعتقدش فيه برنامج هياخد باله منها زي ما احنا عملنا. طيب، شوفوا معايا كده مصطفى العبادي العالم المصري والمؤرخ المصري، كان ترند ماشي عادي بيحصل، لكن ده في مصر و200 ألف. طيب، رقم اتنين، مصطفى العبادي رقم واحد وفين؟ في السعودية. بصوا معايا تالت، 500 ألف. اوكي، مصطفى العبادي رقم واحد في فين؟ في بريطانيا. مليون؟ لا، 2 مليون يا استاذ خير. انا مكتوب قدام مليون. لو دخلت دلوقتي بصيتوا على جوجل ترند بريطانيا هتلاقوا مصطفى العبادي العالم يعني المصري رقم واحد في بريطانيا. ليه؟ القصه ان جوجل كل فتره بتعمل زي تشجيع او احياء لذكرى عالم كبير من اي انحاء في العالم، فعملوا مع دكتور مصطفى العبادي. اللي هو مين بقى دكتور مصطفى العبادي؟ دكتور مصطفى عبد الرحمن العبادي، ليه طبعا هو استاذ التاريخ واستاذ الاثار والاثار الرومانيه تحديدا والاغريقيه، وهو اول مصري وعربي يتخصص في هذا التخصص الاثار الرومانيه والاغريقيه. طبعا احنا يعني علماء اثارنا كتير جدا، بس اغلبهم في الاثار الفرعونيه او الاسلاميه، لكن صحيح. هو كان الاول، لكن هو انجازه الابرز والاكبر هو كتاب المرجعية. هو مش كتاب، هو مرجع فعلا اسمه المرجعية، وكان بيتكلم على إحياء مكتبة الإسكندرية، ومن هذا الكتاب ومن هذا الرجل العبقري ابن القديمة. الإسكندرية تم إحياء المكتبة الإسكندرية القديمة بالمكتبة اللي انتم بتشوفوها. صحيح. الرجل ده كان رئيس جمعية الأثار بإسكندرية، عضو المجمع العلمي المصري، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأثار، عضو الجمعية المصرية للأثار القبطية، عضو اللجنة الدائمة للأثار، ما شاء الله إنجازات كتيرة، وخد جائزة النيل للعلوم الاجتماعية وجائزة بس الدولة. الاهتمام العالمي، أصل أنت لما تقول لي 2 مليون في بريطانيا معنى كده أنه معروف للعامة للناس العاديين. انا اتصور ان جوجل بتشجع على السيرش، الناس اللي عندها شغف المعرفة مجرد ما بتشوف الاسم يطلع على يعني جوجل. معنا بص الكلام بقى، انا اتصور يعني صح عينها في في هي يعني قالت لي ان طموحها انها توصل للمليون ده تبقى واقفه. ايوه زي فعلا. هو جوجل كل شويه بتعمل تسليط الضوء على بعض الرموز، مش عايز اقول الرموز اللي مش معروفه قوي، بس الرموز اللي مش عليها الضوء رغم انها قيمه كبيره طبعا، زي دكتور مصطفى العبادي. طيب، من دكتور مصطفى العبادي لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب او
أمل وعمر زي ما بيتقال عليهم. النهاردة هم عندهم صلح، والصلح ده رسمي، وطلع بيان من الأستاذ ياسر قنطوش المحامي، قال لك إيه؟ يعلن مكتب الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالنقد بصفته وكيلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن الفنانة تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب. إيه ده؟ الخلافات والخناقات ماشي. وقال لك حرصا من على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه في كل القضايا. اسمع بقى الأخيرة دي، وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتم التسويق، اللي هي العربية والحاجات والحاجات ايه الحاجات في اللي هي الأغاني اللي كانت بتقول انها وتم التصالح في النيابة العامة صح. واصبحت ذمته بريئة تماما من اي التزام تجاه الفنانة. شوفي بقى الاخر حتة دي بقى عشان لذلك. انا بتوجعني صحفيا، يعني بتألمني، ونهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنان. انا عايز اقف هنا بقى 30 سنة، يعني لما تيجي تتتبع قصة الفنانة الجميلة الرائعة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، هتلاقوا معظم الاخبار والتفاصيل ليه علاقة بيهم وتبرعهم على السوشيال ميديا، واحنا كنا واخدينهم كنموذج من كيف تتورع بحياتك الخاصة على السوشيال ميديا، وبعد كده نيجي في الاخر نتكلم على الاعلام وتحري الدقة. انا مش فاهم يعني، انا اتحرك صلح خير ومنتصالح. انا شخصيا سعيده بان هذا الملف بس ما يلحقوش على الاعلام، ما يكلموش. انا بص انا كرامتي صحفيه، كانت عامله حفله حلوه قوي في جامعه مصر وكانت متالقه وكانت ترند واحتفلوا بعيد ميلادها واهلها وبتروج دلوقتي الحفلات. خلينا نركز في فنها وكفايه نميمه وحكايات حصل، بس في النهايه يا رب هم يبطلوا. عايز اقول لك حاجه، تبعد عن السوشيال ميديا، تبع السوشيال ميديا اذى شخصيه، هي فنانه قديمي فن كويس اللي البيان طالع من عند المحامي يا خيري، بقى لها سنتين كويس. بتظهر على ترند بالمشاكل الخاصه مش بفنها، رغم انها خلاص الجديه يعني ظاهره اهو في قوه نعمه كبيره. طيب المحامي مطلع بيان من ترند فن لترند فن، بس برضه مش ترند فن، ترند على الفن. الفنان القدير العظيم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق وجه مجموعه من الاتهامات المضاده، كان في اتهامات ليه علاقة بأمور مالية وإدارية، فهو نزل النهاردة بمجموعة من التفاصيل وقال لك بالنسبة للفساد فهذا المجلس تقريبا هو نفس المجلس اللي كان بيعمل في السابق، وقال لك أي حاجة تشين أعضاء المجلس لازم يبقى فيه أدلة، وقال لك أنا محتاج أي شخص يقدم بلاغ للنائب العام لو معاه مستند يدين هاني شاكر أو مجلسه. فدي برضو خد بالكوا ده لقطة من عشان في انتخابات اليومين دول، وانت عارف في الانتخابات أيوة تستخدم تشهير. كل الأوراق في تصريحات اتقالت قبل كده والتصريحات دي كانت أيوة. ملمسة فبترد عليه. طيب طبعا حفلة ستيفانو ريتشي كانت ترند، وكريمة وخيري غطوها بشكل كبير جدا. القميص الثالث أو التيشيرت الثالث لنادي الزمالك نزل لونه غريب جديد وبأمانة شيك رائع، بغض النظر بقى ان هم مهتمين، حامل اللقب رقم واحد ورقم اثنين. طيب صورة صلاح مع نيني، يا رب نيني يرجع بالسلامة بعد طبعا علقة ليفربول امس مع نيني. النهاردة كانت الحاجة او المنشور الاكثر تفاعلا في العالم كله 1 مليون واكتر، كان كريستيانو رونالدو جاب الهدف 700 النهاردة 700. طيب نجري بسرعة عشان نوصل لأزمة الطاقة، ده ترند بقاله شهرين. هقول لك حاجة بسيطة جدا، وكريم كريمة وخيري كانوا بيتكلموا قبل البداية على فكرة ايه اللي بيحصل في العالم، وهل احنا على شفا حفرة من الحرب العالمية الثالثة ولا بس واقعيا. تعال نبص على مستوى الترند ايه. ترند فرنسا دلوقتي هو الطاقة، التضخم، تتكلم على فرنسا فيها توابير من السيارات وبيدوا لهم 30 لتر لا يزيد يعني، وطلع ماكرون وقال لك اصدقائنا في النرويج واصدقائنا إن حتى بريطانيا دلوقتي بيقولوا ان هيتقطع الكهرباء 3 ايام في الاسبوع في الشتاء. ده في الشتاء بالظبط كمان. ومش بس ده، من يومين وزير الخارجيه السعودي السيد عادل الجبير اللي كان سفير مصر قبل كده طلع الصدر عادل الجبير وطلع وقال مجموعه من التصريحات ردا على اتهام السعوديه انها تستخدم البترول كسلاح. ايه كان رده؟ تعال نبص عليه. كلام محترم جدا من سيد الوزير عادل الجبير، لان
في تيار في الولايات المتحدة الأمريكية بيتهم المملكة العربية السعودية بأنها بتلعب لعبة سياسية. في بعض أعضاء الكونجرس بيتكلموا في عملية تشويه متعمدة، عشان كده رده جاي في وقت عظيم، رده واضح ومحدد، وبيقول لأمريكا تحمل، والقيادة الأمريكية الإدارة الأمريكية تحمل مسؤولياتك أمام شعبك. صح. ما تصدمليش. من يومين وزير البترول السعودي برضو كان في قمة الأوبك. لا ده من أسبوع على رويترز. لا في أنا رفض يرد فكرة. عليه أساسا وقال له أنتم مش أمناء. عايز أقول حاجة بس كمان بمناسبة الخليج والسعودية، بنهني أشقائنا في المملكة في الإمارات العربية المتحدة. النهاردة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة دعا إلى عمل احتفالات عديدة للاحتفال بمرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية. في فيديو حلو قوي هنزيعه بكرة بالمقابل مصر كمان عندها عدد من الاحتفالات. بنهني مصر أيضا بتعمل احتفالات سعداء بعلاقتنا بأشقائنا في دول الخليج. طيب هختم بسرعة، الوقت خلص، بس في قصة واحدة هناخد فيها دقيقة، هي قصة ليها علاقة بالصحة النفسية. النهاردة كانت واحدة من أكتر القصص في العالم، كانت رقم 3 على فكرة على مستوى العالم، هي الصحة النفسية، عشان اليوم العالمي للصحة النفسية. وكان جميل إن هو كمان ترند في مصر. إحنا حاولنا نبص على مجموعة من ردود الفعل السريعة. أول حاجة عندنا وزارة الصحة دخلت وبدأت تعمل مجموعة من التغريدات والنصائح اللي علاقة بالصحة النفسية، فدي حاجة حلوة كويسة. مش بس كده، في قطر كمان أطلقوا مبادرة للصحة النفسية في كأس العالم، وعملوا كرسي هيسموه كرسي الأصدقاء أو مبادرة مقاعد الصداقة، صداقة في المباريات، فدي كانت من اللقطات الكويسة جدا. برضو وزارة الصحة في السعودية أطلقت مجموعة من المبادرات، وإن كانت ركزت أكتر على التعليم. خدوا بالكم، مصر السعودية قطر الإمارات موجودين جدا في الترند بتاع اللي ليه علاقة بالصحة والمبادرات. أنا عايز أقف هنا على رقم أطلقته منظمة الصحة العالمية النهاردة ضمن مجموعة من الأرقام، قالت إيه؟ قالك الانتحار يمثل أكثر من حالة وسط كل 100 حالة، يعني كل 100 شخص بيموت في العالم في حالة منها انتحار، واحد من جداً. كل 8 أشخاص عنده اضطراب نفسي، يعني واحد من يعني أنت لو دائرة أصدقائك فيها 800 ما بين أصدقاء وزمايل وجيران ووا فيهم 100 واحد عنده اضطراب نفسي. وعايز أقول لك يا خيري، كل 200 هناك فرق، كل 200 فيهم واحد عنده انفصام في اضطراب نفسي ما بتعرفش تتعايش معاه، لكن هو قال لك يتعايش، واحد من كل 8 يتعايش مع اضطراب نفسي ما مختلف، انت متعايش يعني احنا قد نكون وقد تكون تأثيراته في مواقف ما. طب بمناسبة التعايش والاضطراب، تعال نبص على عقل المصريين بيتعاملوا ازاي مع الاضطراب. احنا بدأنا نتعامل على كلمة الاكتئاب، عايزين نشوف المصريين خيري بيعملوا ايه مع الاكتئاب. طيب دي اكتر المحافظات اللي بتعمل بحث على الاكتئاب. الملاحظة ايه؟ من اعلى المحافظات دخلا وعملا وجهدا بورسعيد ودمياط طالعين في الاول، يمكن يعني اسيوط اللي بعيده عن القاعده دي، فده برضو مؤشر ان الاكتئاب مش مربوط بالوضع الاقتصادي، بدليل ان بورسعيد ودمياط من اغنى المحافظات، بس عندهم مشاكل كتير، فيعني ممكن يكون مرتبط يا بكتر الشغل يا بقله الشغل، ممكن ضغط، ممكن يبقى بقى ده اكتئاب ليه علاقه بالعمل، مش هنحلل ده بس دي نفكر فيها. طيب. دي خدوا بالكم اكتر المحافظات اللي في مصر بتعمل إيه؟ بحث على الاكتئاب. طيب المصريين لما بييجوا يدوروا على الاكتئاب بيدوروا على ايه؟ مهتمين بايه يا كريم؟ الأعراض. مهتمين باختبار الاكتئاب. في بعض التطبيقات بتقول لك انت مكتئب ولا لا، اعراض الاكتئاب الشديد، اعراض الاكتئاب الجسديه، في بعض الحساسيه ليها علاقه بالاكتئاب، الانتحار، الوسواس القهري، انواع الاكتئاب، فدي ده جزء من عقل المصريين. بنتكلم على ملايين من عمليات البحث السنويه اللي بتتم. المرض النفسي او الصحه النفسيه مش رفاهيه، جهد محترم طبعاً. جدا ليك وللفريق. موضوع الصحة النفسية دي محتاجين نتكلم فيه كتير، لأن الأرقام بتخوف، لها مؤشر. تعريف المرض النفسي نفسه احنا عندنا خلل فيه، وانتوا عايز اقول لكم انتوا جزء من صحتي النفسيه الايجابيه بامانه. الله. الايجابيه انت عظيم وفازل جهد ضخم من سنين ومش عايزينك تمشي طبعا. الاستاذ هنادى بالقمصان بره، بس لو انت هتقبل خليك قاعد. طب سلموني عليها وعلى الكتاب، هي ما ادتنيش الكتاب وانا اهو بولعها على الهواء، الكتاب ما جاليش ولا التوقيع، بس لسه ولا اهو انا ولا لسه جاي. كريمه خدت بتاع 4.5 هناخد انا كنت قاعد. لا هي واحده بس. حكايات الحب النهارده طبعا. ان شاء الله مش صحه نفسيه جدا. هي دي كده. بشكرك يا خالد. حكايات الحب نهاد ابو القمصان، ولها راي اخر ووجه اخر لا نعرفه عندما تحب نهاد، وعندما تلتقي بحافظ أبو سعد الله يرحمه. ما الذي يمكن أن يحدث للإنسان
حتى بعد رحيل من يحب. بعد الفاصل. تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر الهام تأكيداً على الدعم غير المسبوق الذي تحظى به قضايا المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأهمية دورها في المجتمع في على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الثماني سنوات الأخيرة. مؤتمر المديرات التنفيذيات، الفكرة أنه هو مؤتمر اقتصادي بيتحدث عن قضايا المرأة بس بالشكل الاقتصادي، البيزنس، المشاريع. الحقيقة اهتمام الدولة بالمرأة على مستوى القيادة وعلى مستوى الحكومة وعلى كل المستويات يمكن فعل كتير جدا من تعزيز وإبراز مشهد مختلف أو مغير عن ما قبل في المرأة المصرية. وصول المرأة للمناصب القيادية فيه الكثير من التحديات، والمرأة المصرية رائدة في موضوع التمكين، والدولة هنا لم تقصر في تذليل الصعوبات لتمكينها. حاجة مهمة جداً إن احنا نبرز دور المرأة المصرية، ومش دورها بس في العمل ولكن كقيادة في عدة مجالات. دور المرأة المصرية لا نستطيع أن ننكره، وهي فعلاً مش نص المجتمع ولكن المجتمع كله. وجود عام للمرأة المصرية كان أبرز دليل. رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول لهذا المؤتمر يبين إزاي إن الدولة المصرية مهتمة بتمكين المرأة. النهاردة المرأة بنشوفها في كل مجالات البيزنس، بقى لها دور قوي جدا في ريادة الأعمال، بالذات الشابات الصغيرين في ريادة الأعمال، في المشاريع متناهية الصغر، المشاريع الصغيرة. أصبح التمكين بقى هو ده الطبيعي، إن هي ما كانتش واخدة حقها في الأول. الهدف من هذا المؤتمر اليوم، نحن لا نتحدث عن مرحلة التمكين، نتحدث عن مرحلة ما بعد التمكين، لأنه أستحق المرأة استحقت هذه مناصب متعددة وبجدارة. هذه النماذج من القيادات النسائية أتمنى أن يصل صوتها إلى العديد من الشركات ليكون لها فرصة أكثر في التمثيل في الإدارة العليا. من جديد في حديث القاهرة. من المفترض لها رأي آخر نهاد أبو القمصان، كل أسبوع بتجهز لنا موضوع، لكن المرة دي أنا بجهز طبعا في الموضوعات وذاكر وأشوف الدنيا إيه والخلفيات القضية والقانونية، لكن المرة دي الحقيقة عشت رحلة من الشغف مع شخصية نهاد أبو القمصان. هي مش رحلة الحب في حكايات الحب، لا، دي رحلة اكتمال الإنسان كتجربة إنسانية كاملة ماشية على الأرض متجسدة، أم وزوجة وأبناء ونضال ووطن. يعني كمية من الأحداث في هذا الكتاب كل واحدة فيهم كانت بتخليني أقف كذا مرة وارجع أقرأ من تاني. اللي أنا فهمته ده صح، اللي أنا شفته ده صح. تاريخ، أعتقد تاريخ إنساني وتاريخ كمان بلد. نهاد أبو القمصان، النهاردة بصراحة حوارنا معاكي ليه شكل تاني. أهلا بيكي زميلتنا وحبيبتنا والحقيقية الكبيرة والمحامية الكبيرة نهاد أبو القمصان. مبروك الكتاب. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلام. تحول وجهك ونظرات عينيك من في شراسة المحامي أو المدافع عن الحقوق غير وانت داخلة بنكلمك عن حياتك. فوشك تحول وأصبح وديع، ضيفة وديعة. فإحنا نحاول أن نتشرس نحن. أيوة، يعني هو كده مش عاجب وكده مش عاجب. لا كده حلو، كده حلو.
لا عايز اقول لك مبروك على الكتاب. ربنا يخليك. انا طبعا انت جايبه لي النسخه بتاعتي. طبعا على ما تكتبي الايداع هسالك سؤال. قول لي. واقول لك استوقفني انا ما لحقتش اقرا، انا كنت مسافر بس شفت عرض الكتاب استوقفني انك بادئه الدكتور حافظ وبساده الانسان والزوج والاب هو الجزء الاول من الكتاب. معرفش ليه تخيلت ان انا كنت محتاج اشوف نهايه الطفله الاب والام حتى ولو جم بعد كده في الاول خالص وتمهدي لي عشان اشوف الشخصيه اللي هتقابل حافظ ابو السعده بعد كده. ففوجئت بان حافظ سابق كل شيء. اه طبعا. وان حافظ في حياتك الله يرحمه ربنا يديك الصحه بيحتل مساحه كبيره جدا تطغى حتى على ذاتك. ده اللي حسيته لما لقيتك بادئه بحافظ. يعني هو اصلا الكتاب مش عني، هو الكتاب كان تجربة محاولة كده لاستيعاب ايه اللي بيحصل. يعني انا ما استوعبتش انه حافظ مش موجود. وبعدين احنا كنا صحاب قوي، بنتكلم طول الوقت الصبح وبالليل وفي التليفون ورايحين وجايين، وممكن يبقى في المكتب تسبيه انا جعانه اكل ايه، يعني الصبح مثلا لو نزلت قبل انت فين. فبدأ يبقى حتى في الوقت ده الساعة 10 الصبح قال له هو ما بيتصلش ليه، يعني انت مستوعب بعد شهور. كانت ركوب العربية بالنسبة لي مؤلم جدا جدا، لأن العربية دي مساحة الحبيبة، يعني احنا بنسافر مع بعض ونجي مع بعض ونخرج مع بعض. فكنت بتكلم عن حافظ اللي هو أنا بتكلم معاه مش عنه، فما كنتش محتاجة أتكلم عن نفسي. يعني بالعكس، ده أنا في جزء مثلا لما أنا عملت مقدمة حوالين جامعة القاهرة وقلت فيها أنا ما كنتش كمشانة علشان أختي الكبيرة دخلت الجامعة الأول وبابا كان بيعزم أصحابها والجو ده، حسيت إن هو أنا بتكلم عن نفسي ليه، مش عايزة أتكلم عن نفسي، بس كان لازم أعمل الدخلة دي. اللي هو الحب لا ينفصل، الحب بيجمعك من بداياتك وكل لحظة في حياتك بيه. نعم. وحتى امتدادك السابق ووصولك الى حافظ ده كان ليه جزء طبعا، بدليل انك انزعجت من الطريقه التقليديه في التقرب اليك او طلبك للجواز. اغضبتك. لانه زي انت ما قلت بقى، هو لو جبنا من الاول خالص، لا هو بابا ربانا بطريقه ان احنا شخصيات قويه ومستقله، وكان دايما يخلينا نخرج ونواجه الحياة، ولو في معسكرات نروح ونبات في المعسكر تحت إشراف المدرسين ومعسكرات وزارة الشباب اللي كتير من الشباب ما يعرفوش قيمتها دي، لففتنا مصر كلها. ففكرة ان انا حد يتعامل معايا من خلال حد، يعني مثلا كان على ايامنا، ايام ما كانش فيه تليفونات محمولة، كان لما يبقى شاب عايز يكلم زميلته كان يجيب الزميل واحدة تانية من الجامعة عشان يتصلوا بالبيت، فاللي يرد يلاقي بنت على التليفون بعد كده تديله السماعة. ده علشان ده خلاص دول يعرفوا بعض وبيلاقي طريقة. دي الحركة. ما كانش أيامكم الجوابات اللي بنحطها في المقررات. لا 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 ما, ما أنا ما وصلتنيش جوابات. أنا دخلت وش ما لحقتيش يعني قد ما لحقتيش، بس أنت كان عندكم في البيت الجرأة أنا بس عايزة أقول لك اللي هو أصحابي حد من زمايلنا لما اتصل وبابا رد عليه، واحدة من زميلتنا يعني اتصلت وبابا رد عليها، فأنا لما خدت السماعة وحد تاني بيكلمني، ما كناش مرتبطين ولا حاجة، زميل عادي، فأنا بقول له هو أنت ليه ما اتكلمتش على طول؟ فقال لي عشان ما عملكيش حرك في البيت. فقلت له لا، بعد كده ما تعبيش الحركة دي، اللي يكلم ولد أو بنت يتكلم على طول. وكان بابا اللي يكلم، لو بابا اللي رد يقول له أنا عايز نهاد يندهلي، نهاد فلان كذا. فكان عندنا وضوح وشفافية فإحنا تعودنا على كده، محدش يكلمني من ورا ستار، عايز تكلمني تكلمني وش الوش. أنا آسف يا كريم، لما قلت له كده وقلت له أنت ليه لجأت لحد، كان رد فعله إيه؟ قال لك إيه؟ هل هو كان شخص خجول؟ جدا. يعني مش هو بطبيعته كان شقي، بس لأنه شاف شخصيتك فجات له هيبة يعني. لا هو قوي جدا، تعرفه طبعا. طبعا حبيب الله يرحمه. وكان يقود المظاهرات في الجامعة وكذا. ده الشخصية السياسية. إنما على المستوى الإنساني لا، هو كان شخص مهذب جدا وحقيقي. يعني أنا أول مرة أعرف يعني إيه راجل عنده حياء. ففكرة إنه راجل حقيقي دي
اللي هو بيتعامل بمنتهى الرقي، ما تلاقيش عنده نظرات مثلا فجة او تقلقك او كده. فانا لما كلمته هو كان بيضاني، فكان هو وسيم جان يعني طويل وعريض قبل ما يقرع بقى. ايوه بشعره فين صوره بشعره يا جماعه؟ ايوه فوشه احمر كده. وبعدين قال لي ان هو بس حس انه هو اتسرع لانه كان عنده قضيه هياخد فيها اعدام. فبالتالي ما كانش عايز يربطك بحد ممكن ما يبقاش موجود بعد شويه، ومش عارف هيحصل له ايه. فده نوع من القضايا السياسيه. فده قضيه شهيره قوي في اخر الثمانينات واول التسعينات، اللي هي كان قضيتين لو تفتكر، تنظيم ثورة مصر طبعا اللي كان متهم فيها خالد عبد الناصر، ايوه ابن الزعيم جمال عبد الناصر ومحمود نور الدين. انا رحت الشقه وحضرت القضيه دي. ايوه وتنظيم النصير المسلح. حافظ بقى كان المتهم الخامس في التنظيم النصير المسلح. انت كان وشك حلو عليه جدا في القضيه دي، واخد براءه يوم رحتي معاه المحكمه، وكان جمله القاضي علمتك حاجات كتيره جدا جدا مع حس الفكاهه اللي كان موجود عنه، لكن قد ايه شالت من على قلبكم هم. عايزاكي تحكي لي الموقف ده، دخلتوا وانتم مستنيين تسمعوا الحكم. هو كان في امن الدوله عليا طوارئ، وكان القاضي العظيم محمد العشماوي، محمد سعيد العشماوي، من اعظم المفكرين والقضاه وقيمه، كان هو رئيس الدايره. وبعدين احنا دخلنا اول حاجه، طبعا انا ما كانش حد يعرفني، وكنا يعني اللي هو بقى عظماء المهنه يعني لسه الخواجه مرتبطين. كنت مخطوبين؟ كنا لسه في الاول خالص يعني، ما فيش حاجه، بس هو ظهوري معاه في المحكمه خلى الناس سالت هي مين دي. وكان بقى محامين بقى الخواجه وصدر مبدا، كانت قضيه مهزه مصر كلها. يعني الحقيقه اتعلمنا منهم. فمحمد سعيد العشماوي يعني ربنا يديه الصحه لو عايش، ويرحمه لو توفى، بس ربنا يديه الصحة يا رب لو عايش. جه على المنصة وقال ايه؟ فين حافظ؟ بالاسم كده. فقال له انا يا فندم، كان طبعا حافظ في القفص، فقال له انا يا فندم. فقال للحرس طلعوا لي حافظ قدامي. فوقف كده، فقام قال له مش عيب يا ابني تنزل من بطن امك تعمل تنظيمات؟ طبعا احنا وقعنا من الضحك. ليه بقى؟ لان القضية دي كانت بيقولوا فيها ان ده تنظيم قومي من المحيط إلى الخليج، ليه قيادات في المنطقة العربية كلها بقاله 10 سنين. حافظ المتهم الخامس، وكان فيه يجي 50 متهم، فده معناه أنه قيادة. طب حافظ اتقبض عليه إمتى؟ كان عنده تقريبا 19 سنة. فلما يكون تنظيم من 10 سنين، ده معناه أن المتهم ده قائد في هذا التنظيم وهو عنده 8-9 سنين. فبصينا تلاقينا محمد سعيد العشماوي يقول لي مش عيب يعني تنزل من بطن أمك تعمل تنظيمات؟ وإدى محاضرة لضباط أمن الدولة في الوقت ده على مفهوم الأمن المبني على المعلومات الدقيقة. المحاضرة دي احنا قلنا براءة، وفعلا الناس خدت براءة، وكان وشك حلو عليه، وتعلمنا أول درس إن مهنة المحاماة هي مهنة الدفاع عن الحق وبدون مقابل، وإن القاضي الحق هو اللي بياخد الطريقة دي في حكومه. بس أنا بصراحة عندي سؤال تاني بعد إذنك خير، طبعا في حتة تانية. لا أنا طبعا عارف إنك قريت الكتاب وكنت بتحكي لي عنه، قد إيه استمتعت واكتشفت نهاد أخرى. فأنت اكتشفت نهاد أخرى أقرب للقلب والعقل الاتنين مع بعض، مش بس المحامية القوية اللي بنسمع صوتها بيجلجل، لكن كمان الإنسانة العظيمة اللي اتعلمت تجربة حياة. أنت كررتي الجملة دي أكتر مرة في الكتاب، أنا ما اتعلمتش مع حافظ الحب، أنا اتعلمت مع حافظ الحياة. أيوه صحيح. وشكل الحياة اللي كانت عند بنت عندها 18 سنة لحد ما بقيتي ست عندها 51 سنة. الخمسين، لا خلينا نقول 50 دي، يعني هنا كان آخر عهدك مع حافظ الله يرحمه. من 18 ل50 ما رحلة طويلة جدا، متعبة جدا للناس انها تتحملها، لكن انك تقولي انها ما خلصتش. انا كان عندي مشاريع تانية كتير معاه، وده اكتر حاجة بتقلمني ان انا مش هقدر انفذ المشاريع ده. ده حقيقي. وكان ايه السر بقى في كل هذا الارتباط؟ يعني مبدئيا انا بالنسبه لي الموت ما هواش غياب الشخص الحبيب او العزيز، هو بياخد معاه احلامك ومستقبلك والخطط، بياخد معاه الماضي، بياخد معاه حاجات كتيره قوي. فالموت ما هواش لحظه، الموت حاله، والحياه بعد تختلف تماما عن الحياه قبل، يعني كل شيء مختلف بما فيها طعم الاكل والقهوه، كل شيء بيختلف. سر استمرارنا سوا رغم ان احنا كنا مختلفين في كل حاجه، يعني كنا عاملين زي اللي مولودين فوق رأس بعض، كذا حاجه. اولها هي الثقه المطلقه،
يعني ممكن اختلف معاه ويختلف معايا، بس انا عارفه ان لما هلجأ له اخد رايه في حاجه هو هيديني راي موضوعي، مش راي على مزاجه او على مصلحته هو. لا، الراي حتى لو مش موافق بس هيقول لي ايه مثلا. يعني لما كان بيجي لي عروض مغريه جدا للشغل بره مصر، هو قال لي احنا كان مؤمن جدا من نظريه المنفعه الحديه، اللي هو كل شيء يعني الفلوس حلوه بس تعيش بكرامة، أكتر من كده يستوي المليون مع المليار مع أي حاجة، طالما يعني احنا مكتفين أي حاجة زيادة أي حاجة زيادة. فكان يعني النظرية دي أثرت في حياتنا، إن احنا ارتبطنا ببعض أكتر، ما بقاش عندنا مغريات تانية. بس مثلا لما كان يجي لي عرض بره يقول لي بصي هو كويس بس هيأخدنا على إننا نبعد عن بعض، مش يقول لأ، يعني فكرة إن هو الراجل بقى أو يتحكم بيشاورلك انا خايف من اننا نبعد، انا خايف اننا نتعود نبعد عن بعض. دي اول حاجه، دي خساره للطرفين، ما كانتش هتبقى خساره ليه هو لوحده بالظبط. فدي اول نقطه، ان هو امين يعني يديك النصيحه بامانه، فده خلق ثقه مطلقه. الحاجه الثانيه انه كان عادل جدا، يعني القاعده تتحط في البيت تنطبق علينا احنا الاثنين، يعني مش انا بس اللي جات لي عروض مغريه جدا للعمل بره مصر، عروض لو سمعتها تقول دول ناس مجانين، يعني اللي يتعرض عليهم العروض دي تبقى مجانين. منها مثلا اننا ناخد جنسيه دول تانية ورفض، وكان رايه اننا مش هنقدر نبقى بقوه الدفاع عن حقوق الانسان وعن بلدنا لو عندنا باب موارب لبلد تاني، فرفض ان ياخد جنسيه تانية، رفض ان انا اولد اي حد من الولاد في اي بلد تانية، رغم ان اتعرض علينا ده على اساس انه وانا حامل في اياد مثلا كانت اتقبض عليه، وانا حامل في سهيله، وانا كل عيل على فكره كان بيبقى بمناسبه ساره. فكانت القاعدة التانية هي العدل، إنه هو كمان جاله عروض للشغل كانت مغرية جدا بس إنه يسافر. فزي ما قال لي إنه ده عرض كويس قوي بس ممكن يبعدنا عن بعض، هو قال لنفسه نفس الكلام، طبق ده على نفسه. فمش فكرة بقى اللي هو إيه، طب أنت سيبي شغلك وتعالي معايا أنا اللي بصرف على البيت وأنت لا، هو إحنا ما ينفعش نسيب مصر خالص، يعني ممكن نروح ونيجي أسبوع أسبوعين بتاع كده، ما ينفعش نسيب بعض خالص ايا كانت المغريات. الحاجه الثالثه انه ما فيش اهانه خالص، يعني لما نيجي نتخانق احنا بنركز على المشكله مش على ان انت غلط او انت غلط، ما نجرحش بعض خالص نهائي، ما حصلش. طيب خليني اخدك في هذا الاطار بس في جزء بدري شويه. كنتوا مختلفين عن بعض جدا كتير، لما بيتجوزوا يقول لك انا اكتشفت ان بيننا اختلافات كتير جدا مش قادر اعيش معاها، وكانه كان رايح يجيب واحده كربون او واحد كربون منه. ممكن ترصد لنا كانت ايه ملامح الاختلاف بينكم وازاي تجاوزتوها؟ مبدئيا هو ناصري قومي عربي. اي انا كنت شايفه ان عبد الناصر عمل تجربه عظيمه جدا لكن عنده اخطاء عظيمه جدا. فانا كنت اميل للوفد والليبراليه. فادي من حيث المبدا كده والدماغ، ادي اختلاف سياسي كامل كامل، هو يعني انت في ناحيه وهو في ناحيه. بس جماعكم ميزه في النقطه دي ان انتوا الاثنين كنتوا بتحترموا اراء بعض وفكر بعض جداً. مش بتحاولوا تسفهوا من الاراء دي، قناعاتك وانا هسمعها لكن انا جداً. قناعاتي انا فاكره وانا في الجامعه اتعزمت مع المجموعه الناصريه القوميه فعلى افطار رمضان، وانا في وسط بقى الـ يعني الناصريين كلهم الاسد يعني بيت الاسد. وبعدين انا قلت لهم بقى انا شايفه رايي كذا وكذا وكذا، فبقى بعضهم هيتجنن، يعني حتى في صحفي كبير اسمه شقيق الطاهر كتب الموضوع ده. فقال لك بقى ايه البنت اللي جايه كلت من اكلنا وحلت من حلوياتنا وقاعده تنتقد فينا وتنتقد في التجربه، وحافظ كان رئيس جمعيه الدراسات العربيه، يعني هو الزعيم حضرتك، وازاي حافظ يختار حد كده، وازاي حافظ يجيب لنا واحده كده ماشي. ففي الاخر بيقول لي ايه، انت بقى ناصريه ولا وفديه؟ قلت له لا ده ولا ده، انا حافظيه. ايوه حافظيه حتى النخاع من اليوم ده. فهو كتبها كده. فدي اول نقطه كنا مختلفين فيها. عايز ارجع ادخليني البيت شويه، اختلاف بين الراجل والمراه لسه متجوزين، شخصيه زيك لها شخصيه قويه جدا، هو شخص ليبرال في الدماغ ناصري الفكر، ليه عادات وتقاليد. خانقنا ثالث يوم. في ايه؟ يعني احنا قعدنا 5 سنين نتخانق مع ابويا علشان يرضى يجوزني ماشي. وكان رايه انه ده الشاب بتاع السجون، اتقفل علينا باب، اتخانقنا ثالث يوم. في ايه؟ مش فاكره التفاصيل قوي، بس ممكن يبقى اللي هو ايقاع، يعني انا من النوع اللي بصحى بدري
وهو بيحب لو ما عندوش شغل كان يسحب راحته. فانا متعكردي في البيت، فانا لا ترجعي ببالي وتفتحي، انا اقوم اصحيه، انا هفضل قاعده لوحدي. ايوه. يا حافظ، طب حاضر، طيب يا حافظ، طب اعملي طب نشربي قهوه، فاعمل القهوه وتبرد ماشي. فيوم الصباحيه، تاني يوم لا، دي مش عيشه بقى. مثلا هو وعملته ايه؟ زواق جدا في الاكل. انا على رايه بمشي بزنبلك، يقول لك نهاد ما بتاكلش، نهاد بتتزيت، اي حاجه بالنسبه لي سندوتش جبنه قد كده يخلص. يعني هو عايز يقعد والترابيزه تتملي كده. حرامها من زياره اللوفر والمشي فيها علشان يقعد، علشان نقعد على مطعم اغلى مطعم في باريس. ماشي. بس النوم حد بينام في النور، حد بينام في الضلمة. هو ينام على صوت التلفزيون. انا لا يمكن لا صوت ولا ضوء. كنت بتعملوا ايه طيب يا نهاد؟ يعني ايه اللي عملتوه في الجزئية دي علشان توفقوا طباعكوا على بعض؟ لان دي طباع اساسية، يعني مثلا انا ما اقدرش انام في النور خالص مثلا يعني. فبتعملوا ايه؟ بصي انت يعني طبعا بدأنا ايه اللي هو طب ايد النور، طب ايد في النور، طب مش عارفة ايه، طب كذا. فاتفقنا ان مفيش تلفزيون يدخل اوضه النوم خالص نهائي. عايز يتفرج على التلفزيون وبيعلي الصوت وكل حاجه، ده مكانه هناك. ف من الحاجات اللي احنا اصلا اتجوزنا من غير تلفزيون، ما كانش عندنا تلفزيون، كان عندنا غساله اطباق. طبعا اهم دي من الحاجات اللي هي كنا عمليين جدا، يعني بابا وماما كانوا هيتجننوا من الطريقه اللي جهزنا بيها. غساله اطباق مش غساله هدوم، غساله اطباق وغساله هدوم اوتوماتيك بالمجفف كمان. سنه كام؟ 93. ده عشان المبدا المهم بتاع حافظ اللي هو خلي التكنولوجيا تخدمنا. يعني مثلا من المناقشات. طب التلفزيون تكنولوجيا وانتوا ناس سياسيين؟ لا يا بيه، انتوا احزاب. لا يا بيه، كنا بنحب نقرا. التلفزيون ده يعني التلفزيون كان قرار ظروف ماديه ولا قرار تنظيمي؟ ظروف ماديه طبعا، ما معناش فلوس كفايه نجيب كل حاجه. وكانت المناقشه انا بشتغل في مهنه هي شفتين، محاكم الصبح ومكتب بعد الظهر. وهو نفس الوضع، مين اللي هيروق البيت ومين اللي هينظف ومين اللي هيعمل؟ فحافظ عمل مصطلح بديع جدا، قال لك واحنا ليه شغلين نفسنا بمين اللي يخدم؟ ما نخلي التكنولوجيا هي اللي تخدمنا. وبناء عليه بدانا نحسب الفلوس اللي معانا تجيب ايه. فاحنا متجوزين ما كانش عندنا تلفزيون، لان خدنا فلوس التلفزيون حطيناها في غساله اطباق. وكانت وجهه نظرنا انه الغسيل الاطباق هيوقفنا انا في المطبخ كل يوم ساعه على الاقل، في حين ان هو قاعد بيتفرج على التلفزيون لوحده، فاحنا مش قاعدين مع بعض. وهنتخانق بعد شويه على مين يغسل الاطباق. فقررنا انه ما نجيبش تلفزيون ونقعد نقرا لو قاعدين مع بعض، ونجيب غساله اطباق يتلم فيها الاطباق، وهكذا الهدوء. الخناقه بتاع المصريين بتاع مين يغسل ومين ينشر، لا احنا جبنا غساله الهدوم حجزناها، كانت اياميها بالحجز الكلام ده، ما كنتش تلاقيه كده. تنزل السوبر ماركت يجيبه. فقعدنا شهر من غير غساله عشان كنا حاجزين نوع غساله اللي هو اوتوماتيك، في وقت ما كانش فيه الاوتوماتيك. فول اوتوماتيك، فول اوتوماتيك بالمجفف. انا لسه هنشر يعني، هي اللي بتطلع ناشفه بالمره. خمسه سيستم بالظبط. فدي التفاصيل اللي ساعدتنا في الحياه ما نتخانقش. فكنا بنتخانق على ايه بقى؟ عايز البيض بالسمنه البلدي. وانا ما اقدرش اكل السمنه البلدي بالكميه الرهيبه اللي هو كان بياكلها. بس بعد شويه بدا يعلمني ان الاكل نفسه متعه. من متع الحياه، ما هوش بس مال وبطن. فهو كان ذواق جدا وصاحب مزاج جدا. فبدانا نتعلم سوا. ده طبعا يعني ان احنا نشوف دستور حكم 25 سنه جواز، ملوش دعوه بالخمس سنين معرفه وخطوبه على فكره. 26 سنه ما شاء الله. طيب نشوف الدستور اللي حطيته الاستاذه نهاد والاستاذ حافظ. مثلا ان احنا ما فيش حاجه اسمها احنا عايشين عشان الولاد. يعني ما تخانقش معاه، اقول له ايه انا مش طايقاك بس انا قاعده عشان الولاد. والله لولا الاولاد كنت سبت لك البيت وطفشت. عارف انت؟ لا عارف طبعا. اللي هي ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها انا عايشه معاك عشانك، انا عايشه معاك عشان بحبك وبحترمك وانا عايش معاك عشانك. الولاد ممكن يعيشوا احسن اذا احنا مش لو احنا لو احنا مش مع بعض ومش بنحب بعض. يعني مش هو ده القاعده دي تخليك طول الوقت بتدور على الحلو في حبيبك. مش ان انت مسلم دماغك لفكره انك مقهور وعايش عشان العيال. رغم ان العيال اعظم حاجه في الدنيا ويستاهلوا، بس اقصد ان بترقي مستوى الحوار.
كمان زي ما قلت مش مسموح بالسفر الطويل او اننا نبعد مع بعض. لما نيجي نتكلم في خناقة نكشكشها ما نعرضهاش. يعني الخناقة ما عودش اقول مشكلتنا ايه او انتي ام مهملة، اتكلم على مشكلتك اللي هي الحالية دلوقتي، ما تجيبليش اللي فات واللي جاي ولا رايح. اول حاجة تتكلم على مشكلتك. يعني مثلا ايه، انا ما ينفعش اقول له ايه انت اب مهمل، ليه؟ هو علاقته بيا انه جوزي، علاقته بولاده هو يقررها. فاقول له انا مفتقد اهتمامك بي ماشي. او بالولاد بالظبط، الولاد محتاجين لك تقعد معهم شويه كمان. مفيش يعني لما نيجي نتكلم على المشكله، اولا اللي دلوقتي، وثانيا بصيغه الفرد مش بصيغه ان في كارثه كونيه. احنا عندنا مشكله كبيره. لا، انت عندك مشكله، انت عندك مشكله، عبر عنها. انا عندي مشكله ماشي، ويا ريت مش من ايام ما كنا بناكل ذره على الكورنيش. يعني النهارده المشكله نخلصها وتخلص بالظبط. فبدأ لما يجي يقول لك ايه الموقف ده، اصل انت عملتيه، مش ما تجيبش الهيستوري القديم ده، خلص الموقف خلص بتاع النهارده. والعكس يعني اللي مش حاسس بالراحه يقول السبب، انا مش مرتاح عشان ايه، مش انا تعيش معاكي وبس. ما تديش لنفسك حق انك تنقد الاخر وتخلي صورته قدام نفسه وحشه. يعني انا ما اقدرش اقعد اقول لك ايه انت بتصحى هو بيحب لو ما عندوش حافظ، لو عنده محكمه على فكره يصحى من الفجر، يعني مفيش هزار. أيوة بس فيه، بس معقوله دي مثاليه قوي؟ يعني انا ومراتي لو في حاجات عايزه تتغير فانا اقول لها قولي لي اللي مضايقك فيا وانا اقول لك اللي مضايقني فيك؟ لا ما بتمشيش كده. لا 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 هي بتقلب، انا عارف نكد. لا لا ما بتمشيش كده. بتقلب نكد طبعا. يعني هو مره غضب على فكره، المره الوحيده، احنا عمرنا ما سيبنا البيت خالص، لا انا سبت البيت ولا هو ساب البيت، بس مره وحيده، ودي كانت مره لطيفه قوي انا قلتها في الكتاب. غضب وتنرفز وقام قايم لامم هدوم وقرر انه يروح شقتنا القديمه. طب يا حافظ بقى ايه، انا طبعا يقولك اللي ربى خير من اللي اشترى. يعني انت بعد ما تكسر 10 سنين جواز اللعب ده كله ما يمشيش معانا. فانا سبته يعكرت زي ما هو عايز، وبعدين قلت بقى هو متضايق من اي حاجه مش موضوعي، يروح ياخد له يومين يريح اعصابه ويجي. هو طبعا ما عرفش كان ايه اللي مضايقه، انما لما قمت شفت واخد ايه، اكتشفت انه مش واخد حاجه على بعضها، مش لايقه على بعض الهدوم. يعني هدوم مش لايقه على بعضها، واخد جزمه من غير شراب، واخد بنطلون من غير حزام، او اي حاجه، بس همشي دلوقتي لاني متضايق. انا همشي دلوقتي. ماشي، عملت انا ايه بقى؟ ما تحيلتيش شويه. نو نو نو، لا 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 لا. نزل كلمته في التليفون، حافظ انت وصلت؟ قال لي حافظ انت رايح فين؟ انا رايح شقتنا القديمه. طيب تمام، انت وصلت؟ قال لي ودايما كان بيرد عليك، انت قلتي الجمله عمره. دي حتى لو احنا متخانقين اتصلت هيرد، عشان على فكره لما نبقى متخانقين ويبقى وحشني وعايزه اتكلم معاه، هو لما يجي من البيت ما يتكلمش. فكنت اكلمه في التليفون. عمره ما كنا متخانقين وما يردش. ما بقول لك الثقه، الثقه والامان سلوك، ما هوش كلام طبعا. فكلمته، فحافظ انت وصلت؟ قال لي طيب تمام، الشقه متهيألي مش نظيفه خالص، هبعت لك حد. وبعت له حد نظف الشقه وخلاها زي الفل. تمام، بس ما بعتلوش هدوم. يا ما كملتلوش عشان يلحق يرجع بقى، يعني خلاص يرتاح شويه وهتيجي. بعدين اخته الكبيره ست جميله كده، ليلى دي ست عاقله، وبرده البيوت طبعا اصل. بصيت لقيتها تاني يوم بتكلمني، ايه نهايه انت زعلانه حافظ؟ قلت لها اخوكي بيتدلع يا ليلى، سيبيه يتدلع لي يومي. فقالت لي طب انا هبقى عادي عليه شوفوا ماله. قلت لها ماشي. المهم بقى راحت هي طبعا، وانا رحت لهم بالليل، فسلمت عليه وبوست، وهو بقى مقموس كده وبتاع. قلت له ما هو الزمن جاب اخر ما عنده، انا اللي اجي صالحك، يلا يلا علشان اروح. قال لي لا انا متضايق، سيبيني يومي. مش انت قلتي سيبيني يومي؟ قلت له طب ماشي. تاني ده اليوم التاني. اليوم التالت يكلمه اياد وسؤال، بابا هتيجي تتغدى معانا ولا ايه؟ ولا نعدي ناخدك؟ فقام جاي معاهم، مسكتها له بقى، انا اكلمك واجي صالحك وما تجيش معايا اولادك والعيال يقولوا لك تعالى تيجي جاري؟ ماشي. على فكره دي قمه الجمال، هي ان كنتوا بتعالجوا المشاكل بالفكاهيه. انا حاجه صغيره لان وقتنا خلص نهايه، بس حاجه صغيره لان شايفه انها هتفيد الناس. انت فرقتي في اخر الكتاب بين الجواز الاستهلاكي والجواز الانساني. لو تقوليها لي في جملتين عشان الناس اللي بتستعد لجوازها دي تعرف، جملتين اختم بيهم. الجواز الاستهلاكي ان كل واحد بيدور على يستفيد ايه من التاني، وهنا بالذات لما نتكلم، يعني واحده انا اللي رديت على واحده بتقول لي لو كان حافظ يتجوز عليكي، قلت لها عمر حافظ ما كان هيتجوز عليا.
ولو كان اتجوز عليا انا الحقيقه ما كانتش هتبقى صدمتي انه اتجوز عليا، كنت هحس انا بصدمتي في نفسي اني ما بعرفش اقرا الناس ولا اقدره، لان انا وحافظ هو النفس الواحده اللي خلقها ربنا، احنا بنكمل بعض، ولما اتنين يبقوا بيتجوزوا على انهم النفس الواحده اللي خلقها ربنا احنا ده قمه الانسانيه. احنا كده بنرجع لنموذج ادم وحواء اللي نزلوا من الجنه يعمروا الارض، ولما بنموت بنرجعها تاني، فما فيش مساحه لان هو يفكر في واحده تانيه، هو انا النص بتاعه وهو النص بتاعي، فاذا هو عمل ده انا خسارتي مش هتبقى فيه، انا خسارتي هتبقى في نفسي انا، ان انا ما عرفتش ما كملتش ما خدتش بقيتي. أيوه. بالظبط ده الانسان، ده جواز الانسان. نعم. ان انت بتشعر بالطرف التاني ان هو روحك نفسك. عشان كده لما حافظ غاب انا حاسه ان انا اللي اتدفنت مش هو، انا حاسه ان انا مش موجوده، بس احنا ملاحظين انه ما ماتش. الحقيقه الاستهلاكي بقى هو ولاده عاملين له لغه وعاملين له حوار وعاملين له حياه، والكتاب عندما يصبح قصه وعندما يصبح حكايه ونقعد نتكلم فيه وتصبح التجربه درس الاخرين ونتعلم منها، يبقى حافظ ما مشيش. الحمد لله. فبقول لك هو الجواز الانساني هو الاكتمال الانساني، ان انا بكمله وهو بيكملني، واحنا النفس الواحده اللي جت في القران وخلقناكم من نفس واحده. الاستهلاكي بقى هو فكره ان كل واحد يدور على مصلحته. فاللي جاله قرشين زياده يروح يتجوز على مراته ولا يطلقها ولا كذا، يلا جايلك عقد سفري، جايلك فرصه سافر، وهي في المقابل برضه هي بتتعامل على ان لو جات لها فرصه يلا، او الراجل ده اخره انه يجيب لها شنطه غاليه وبتاع، فكره حقك وحقي وانت عملت وانا عملت وانت جبت وانا جبت. ساعه ما بتدخل، بص هقولك على حاجه، حقك وحقي دايما بتيجي علشان تثبت الامان لو الناس ما عندهاش احساس بالامان، انما لو عندك احساس بالامان المطلق صحيح ماشي، وده رايح جاي. يعني مثلا اول عربيه جت في بيتنا عليها القيمه غير اللي مرمطتنا القديمه الاولانيه، حافظ كتبها باسمي. هو كتبها باسمي ليه؟ لانه هو كان عندنا ازمه ماليه اتسجن، فانا كان عندي اسهام، فهو مش محتاج يجي يقول لي ايه والله يا ست هانم انت صرفتي قد كده وادي خدي الفاتوره اللي صرفتيها، لا هو كان نوع من الامتنان والتقدير بالفعل. فبقيت انت حاسس انك مهما حطيت اللي قدام منك شايف بتاعك. انت مش بتربي في غير ولدك. يعني اكتبي الاهداء بقى، اختم يا كريمه. ايوه استغل الوقت عشان اخد الكتاب ومامش عليه طلب كتير. انا بحيي المصريه اللبنانيه طبعا اللي صدر منها كتاب حكايه الاستاذ الكبير محمد رشاد. يعني هي هم عملوا شغل حلو. كتاب شكله حلو قوي، الكتاب يستاهل الحقيقه جدا. وعايز اقول لك ان النهارده يوم مميز جدا. لا ركزي في الاهداء. 10 10 10 10 20 20. وزي ما انا قلت لكم القمر النهارده بدر، مش كل سنه وانتم طيبين. نهاد انت اخ وسند يا طبعا خير. طبعا ده مش بكتر الكلام، كفايه اقول لك معنى السند طبعا، ده معنى كبير جدا والناس مفتقده. قيمتك كبيره وغاليه علينا وبيتك واحنا اهلك واخواتك. وحافظ ذكر راح الحافظ كان صديقنا وكان حبيبنا، عمره ما اتاخر عننا، ياما كنت بتزنق لناس واكلمهم يقول لي ابعتهم لي فورا، وكان رجوله وجدعنه الدنيا، عمري ما كلمته في برنامج الا وجالي. كان شخص ودود وناعم وراقي وكل شيء، وانت لا تقلين عنه. ربنا يسعدك يا رب. انتم مكملين بعض، فانا شايف فيك حافظ كمان يعني. تسلم. مبروك على الكتاب. ربنا يخليك. يظل الأديب عاقلا حتى يظل له كتاب. فسنرى كتب أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سعيدة قوي يعني اللي أنتوا عملتوه ده كتير والله. الناس كلها فرحانة بيكي هنا في المحطة دي قناتك، والناس كلها فرحانين. بيتك وده برنامجك. ده بحب. ربنا يخليك يا رب ما تحرمش. وبنشكرك على إنك عملتي الكتاب ده، وهو زي ما قلنا هو يا جماعة تجربة حياة هتعلمكم كتير جدا جدا. شكرا نهاد أبو القمصان على وجودك، وشكرا على الكتاب اللي هيفيد ناس كتير قوي. خلصت حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله نتقابل الساعه 9 مساء في حديث القاهره. طبعا مش هقول حاجه بقى. لا مبروك يا نهاد. ربنا يخليك يا كريم.